إن شاء الله راح نستكمل اليوم المحاضرة الثالثة فعليا وليست الرابعة لدورة تغذية المشتريات مع المهندس حسين مسلم، بما يتعلق بتعويض محاضرة امبارح إن شاء الله راح نزيد الوقت المتخصص، يعني بوقت بسيط وليس كثيرا، يعني راح نزيدها على الوقت، وإن شاء الله إذا لزم الأمر راح نمدد من مدة الدورة. تفضل مهندس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أولا بداية أعتذر على امبارح، لكن ظروف العمل أحيانا بتكون قاهرة، وإن شاء الله بنعوضكم على الوقت اللي راح بإذن الله تعالى. اليوم بدنا نحكي عن الاحتياجات، العناصر الغذائية اللي بتحتاجها الأبقار، نيوتريانت ريكويرمنت. بجزء بالبدايه قلنا احنا في فرق بين الانجريدينت والنيوتريانت. لما نقول انجريدينت معناها الماده العلفيه للشعير الذره، هاي انجريدينت. نيوتريانت بتدخل من ضمنها الطاقه والبروتين والكالسيوم والفوسفور والمعادن والاملاح بشكل عام، فهي هي النيوتريانت. احتياجات شو بتحتاج الابقار؟ مثلا هون زي ما نحكي المي، المي يا اخوان للإدامة للمينتنانس في درجة حرارة طبيعية، في درجة حرارة من 15 ل 20، بتحتاج من 30 ل 40 لتر من المية و100 للإدامة. طبعا في ارتفاع درجات الحرارة بيزيد احتياجات الأبقار للمياه، الحيوانات بشكل عام بتزيد احتياجاتها للمياه. إذا على درجة حرارة 15 ل 20 درجة مئوية تحتاج البقرة 30 ل 40 لتر للإدامة وللمينتنانس للحفاظ على الحياة، بالاضافه الى 4 الى 5 لتر لكل لتر لكل 4 الى 5 لتر ماء لكل لتر حليب منتج. يعني بقره بتنتج 10، فرضا بقره بتنتج 10 لتر حليب، احتياجاتها من 40 الى 50 لتر، بالاضافه خلينا نحكي لو احتياجها 4 بتكون 40 لتر، بالاضافه الى 30 لتر مثلا للادامه بتكون 60 لتر. او بدنا ناخذ الحد الاعلى، مثلا احتياجاتها للإدامة 44 لتر زائد 50 لتر للحليب، اللي قلنا 5 في 10 50 لتر، إذا 40 و50 إذا 90 لتر للحليب. على كل حال مع زيادة الحرارة وارتفاع درجات الحرارة وزيادة درجة حرارة الهواء بترتفع، تصل من احتياجات الأبقار من 150 إلى 200 لتر من الماء يوميا في شهر في أشهر الصيف. العوامل الأخرى اللي بتأثر على استهلاك المياه كمية المادة الجافة والرطوبة وسرعة الرياح ومستويات الأملاح والصوديوم والكبريتات في الأعلاف. لاحظوا كلما زادت المادة الجافة المتناولة كلما زادت احتياجات الحيوان للمياه. مثلا الحيوان ممكن يأكل 50 60 70 كيلو، لو نحكي مثلا برسيم، احنا لانه في الاردن متعودين على البرسيم الاخضر اللي بيجينا من الغور او الاعشاب الحشائش المخلوطه اللي بتيجي من الغور، نسبه رطوبتها 80%. يعني لو 80% يعني كل 10 كيلو بتاكلها الحيوان من هاي الماده 8 لتر مي. هذا محسوب من ضمن الاحتياجات اللي بتناولها. يعني مثلا على سبيل المثال اذا لاحظتوا هون قلنا 30 لتر، 30 لتر إذا كانت الحيوان يستهلك، إذا كان الحيوان يستهلك 10 فرضا 10 كيلو من هاي الحشائش الرطبة عبارة عن 8 لتر، إذا الاستهلاك بصير 30 زائد 8. طبعا هاي أوكي لو اعتبرناها من، معلش أرجع أوضح بشكل أفضل، لو اعتبرنا احتياج من الاحتياجات قلنا الاحتياجات 30 لو 40، لو اعتبرنا البقره اكلت تناولت 10 كيلو جرام من هاي الاعلاف الخضراء، بمعنى اخر 8 كيلو جرام مي. لو بدي احسبها من المينتيننس، اذا 8 ناقص 30 كانها 32 بتستهلك، 32 استهلكات البقره من المي، ال 8 اللي استهلكتها اوريدي اكلتها من خلال العلف. اذا استهلاك الابقار من المي ال 150 الى ال 200 لتر هي تشمل المياه الموجوده داخل الماده العلفيه، ومن هون اجى كلما زادت الماده الجافه كلما زاد استهلاك المياه. يعني الحيوان لما يتناول ماده علفيه رطوبتها 50%
استهلاكه من المي بيكون اقل من لما يتناول ماده علفيه رطوبتها 30% و20% و10%. ارجو ان تكون هاي النقطه واضحه. طبعا الاحتياج المي نيجي نقول احتياج الطاقه، الطاقه مهمه جدا يا اخوان، وانا بضل اكرر ورجاء ركزوا على الكلمه اللي بحكيها. احنا في العالم حتى مش في المفاد، احنا مشكلتنا مشكله طاقه وليس مشكله بروتين. البروتين كثير متوفر وموجود، لكن مشكلتنا مشكله طاقه بالنسبه للحيوانات. طاقه الادامه تستخدم الطاقه للحفاظ على تمثيل غذاء البقره، هذا يشمل تنفس والحفاظ على درجه الحراره وحراره الجسم. بنضيف دائما احتياجات الادامه، بنضيف دائما احتياجات الادامه احتياجات المشي، كمان درجة الحرارة والحالة الفسيولوجية للبقرة مثلا بتحلب بتحلبش لها دور كبير بهذا المجال. نيجي نحكي الطاقة اللي بتحتاجها الحيوان للأكتيفيتي زي المشي مثلا، شوفوا المكتوب بالخط الأحمر وركزوا عليه وسجلوه لو سمحتوا، سجلوه عندكم ملاحظة راح نستخدمه كمان شوي في التمارين بالحلول. يعني كل إذا كانت تمشي في أرض مستقيمة مستوية كل كيلومتر تقطعه بحاجة إلى 1 ميجا جول طاقة. متابولايزبل إنرجي 1 ميجا جول لكل كيلومتر تقطع أو تمشي البقرة في وكان في الطريق مستقيمة. إذا كانت التضاريس غير مستوية فيها التواءات وفيها طلوع وفيها صعود وفيها لفة وفيها يمين وفيها شمال تختلف، بتصير بحاجة إلى 5 ميجا جول لكل كيلوغرام تقطع البقرة. إذا هاي احفظوها ولا تنسوها، إذا كانت أرض مستوية لكل كيلو بتمشيها البقرة بدها 1 ميجا جول نضيف لها لما نضيف للاحتياجات، وإذا كانت تضاريس غير مستوية بنضيف 5 ميجا جول. بسم الله. هذا الاحتياجات الطاقة للإدامة يا أخوان زي ما أنتم شايفين هذا الجدول 5-1. كمان إذا بتقدروا تعملوا له سكرين شوت أو تحفظوه بطريقة معينة عندكم لأنه راح نستخدمه كمان أيضا في الحلول، أنا راح إن شاء الله أتابع معكم إن شاء الله بنقدر نوصل الفكرة. الطاقة تعتمد على وزن احتياجات الحيوان من الطاقة للإدامة تعتمد على وزن الحيوان، كلما زاد وزن الحيوان كلما زادت احتياجات الطاقة. بمعنى آخر طبعا هون حاطين السلالات، يعني سلالات الجيرسي التيبيكال بين وزنه بين 300 ل 450، البقره الجيرسي وزنها 350 تحتاج الى 40 ميجا جول لكل يوم في الادامه، واذا كان وزنها 450 تحتاج ل 49 ميجا جول. كذلك الامر بالنسبه للفريزيان بين ال 554 و بسم الله الرحمن الرحيم 772. يا أخوان إذا أنا بهمني من هذا الحكي أنه كلما زاد وزن الحيوان كلما زادت احتياجات الطاقة الإدامة. طب ليش نحتاج الطاقة كمان؟ نحتاج للحمل. احفظوا هاي النقطة كمان سجلوها لو سمحتوا. حمل من الشهر الأول إلى الشهر الخامس عن كل شهر بنزيد 1 ميجا جول، يعني إذا كانت حامل في شهر 1 بنزيد على الاحتياجات 1 ميجا جول، إذا كانت بشهر 2 بنزيد 2 ميجا جول، إذا كانت حامل بالثالث 3 ميجا جول، وهكذا إلى أن نصل إلى الشهر الخامس عن كل شهر ميجا جول، شهر الخامس 5 ميجا جول. طيب شو بصير للشهر السابع؟ نضلنا السادس والسابع والثامن؟ لا، في جدول كمان هذا احفظوا لنا إياه. بالشهر السادس تحتاج البقرة إلى 8 ميجا جول، بس بتزيد. ليش بتزيد؟ ليش بتزيد؟ مين بيجاوبني ليش بتزيد الاحتياجات؟ فرجونا على الشات بوكس ليش احنا كنا من الشهر الاول للشهر الخامس، وعشان الاول ما احنا ضفنا عشان الاول كمان الشهر الاول ضفنا عشان الجنين 1 وشهر 2 كمان. اي نعم الجنين بالاشهر الاخيره بزيد وزنه بشكل كبير وبصير بحاجه كمان للطاقه. أجب وشكرا لكم. إذا بالأشهر الحمل الأخيرة وخصوصا يعني بالشهرين الأخيرين من الحمل بزيد وزنه بشكل كبير، بزيد وزن الجنين بشكل كبير، عشان هيك لازم تلاحظوا أنه احتياجات الطاقة صارت تزيد. يعني مش شهر 6 بشهر السادس الحمل 8، بشهر السابع
10 بالشهر الثامن 15 بالشهر التاسع 20. يعني تلاحظوا من الشهر الأول للشهر الخامس بين كل شهر وشهر زيادة 1 ميجا جول، بين الشهر السادس للتاسع من 8 ل 20 صارت 12 ميجا جول. طيب اكتفينا شباب الأسئلة، الجواب خلاص، يعني إذا استمرت أنا في الشرح معناه خلاص الجواب، أنا بهمني بس أعرف إنه أنتوا يعني معاي في بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحتاج الطاقة لإيش؟ لإنتاج الحليب. إذا قلنا إحنا الحمل له تأثير، المشي له تأثير على استهلاك الطاقة، وقلنا كمان الوزن له تأثير كمان، المحتوى الدهن من الحليب والطاقة له تأثير. هذا الجدول كمان احفظوه، إذا بتقدروا تعملوا له سكرين شوت أو إشي زي هيك تحفظوه، لأنه راح نجيه كمان في حلول كثيرة. لاحظوا مثلا هون نسبة الدسم 3%، ونسبة البروتين 2.5%. كل كيلوغرام حليب، كل لتر حليب منتج، كل لتر، لاحظوا تابعوا السهم معي يا جماعة الخير، ميجا جول لكل لتر. هذا اللاين البروتين، وهذا اللاين العمود الدهون. إذا كانت الدسم 3% والبروتين 2.6%، احتياجات لتر الحليب 4.5. نفس هذا لتر الحليب نفسه إذا كان دسم 3 والبروتين 4.4 مثلا، أو 4.2، وصراحة 4.4 و4.2 يعني هاي موجودة في سلالات خاصة أو بريد خاص بيكونوا الآن حاليا قاعدين بيعملوا، خصوصا في هولندا بيعملوا سلالة بروتينها عالي من أجل إنتاج الجبن، من أجل إنتاج جبن، وبسموه تشيز ميريت، لأنه قديش الحليب بعض بحول لي جبنة وبعطيني جبنة، فشغالين جينيتيكلي على هذا الموضوع بشكل كبير في هولندا ومتطور عندهم. لكن إحنا نيجي لجدولنا، جدولنا بقول 3 دسم و2.6 بروتين 4.5 ميجا جول، نفس اللتر حليب نفس المحتوى، زاد المحتوى البروتيني ارتفع لخمسة واحد. طيب لو خلينا نجي نحكي لتحت شو بده يكون عندنا هون. لو عندي 4% فات برسنتج و3 و4 بروتين برسنتج، التقاطع بيناتهم، انا التقاطع بيناتهم بين 4 و3 و4 اللي هي 5 و4 ميجا جول. شو معناته 5 و4 ميجا جول؟ كل لتر حليب بتنتج البقره هو عباره عن بحتاج ل 5 و4 ميجا جول نضيفه في العليقه. إذا كانت تنتج البقرة 10 لتر، 10 لتر في 10 ضرب 5.4 معناها لازم نضيف 54 ميجا جول لهي العليقة. أرجو أن يكون أمر واضح. طيب شوفوا هنا من الجدول السابق، بقرة وزنها 500 كيلوغرام، المشي تمشي، لاحظوا معطيات، لما بدنا نعمل خلطة عرفية لازم نأخذ كامل المعطيات. هذا التمرين بدنا ناخذ شو في معطيات عشان نقدر نطلع منه شو المعلومات. اول شيء وزن البقره 500، احتياجات الطاقه، هو شو طالب؟ احتياجات الطاقه. طيب الوزن 500، الوزن 500، اول نقطه سجلوا عندكم وزن البقره، سجلوا على الورقه الوزن 500. ارض مستويه قديش تقطع؟ 1 كيلو متر بارض مستويه تنتج 10 لتر حليب، نسبة الدسم 4%، نسبة الدسم 4% والبروتين 3.8%. بأي شهر بالحمل؟ الشهر السادس من الحمل، شهر 6 من الحمل. شو رأيكم نحسب احتياجاتها مع بعض؟ خلينا نروح على، معلش بدي أروح على اللي هي الإكسل شيت ونقول شير. إذا ملاحظين هاي بدي دائما ان شاء الله راح نزودكم احنا في التعليمات، واذا انتم بتقدروا تعملوها تعملوا زيها بصير حال. اول شيء انا بعمل ورك شيت بهالشكل، وزن البقره عندي 500، وزن البقره 500، من وين انا بجيب احتياجات الادامه؟ من جدول 5.1. بدي اروح على جدول 5.1، جدول 5.1، وين جدول 5.1؟ هي جدول 5.1، بدي اكبر لكم اياه عشان ايش تشوفوا. وزن البقرة كم؟ وزن
ظهرت الاكسل شيت ولا ما ظهرت يا اخوان؟ ظهرت الاكسل شيت؟ وقولوا لي ظهرت عندكم. ظاهر المهندس. ممتاز ممتاز. لا تجاوبوا شباب، خلينا مع بعض. ممتاز. البقره وزنها قديش قلنا احنا؟ 500 صح؟ 500 بنمشي قديش احتياجاتها؟ 54. اذا للادامه قديش بدي؟ بدي 54 ميجا جول. بنرجع ننزلها ونرجعها موقعها الجدول لانه راح نحتاجه، بروح للجدول هاي. اذا للادامه كم بحاجه؟ 50 54 ميجا جول. النشاط اليومي تمشي في اليوم كم كيلو؟ الارض شو مستويه؟ قديش؟ اكتبوا لي بالله قديش، مش حكينا قبل شوي الارض المستويه قديش كل كيلو بتقطعها؟ 1 ميجا جول صح؟ مش هيك حكينا؟ اي نعم 1 ميجا جول، 1 ميجا جول. النتيجه اذا هي بنعطي 54 ميجا جول للادامه، 1 ميجا جول للنشاط للحمل. هي حامل باي شهر؟ الشهر السادس. الشهر السادس وين بيقول لك؟ لاحظوا هون ورقة العمل بيقول لك روح لجدول 5-2، بدنا نروح على جدول 5-2. جدول 5-2، هي جدول 5-2. بدنا نصغر هاي شوي صغيرة ونكبر لكم جدول 5-2. معلش هاي الإمكانيات اللي جدول 5-2 حامل بشهر السادس. قديش بدها ميجا جول؟ 8. معاي أنتوا؟ طلعوا على السهم لو سمحتوا. حامل الشهر السادس 8. لو حامل بالسابع 10. لو حامل بالتاسع هكذا وهكذا. ممتاز. برجع لورقة العمل بحط الحامل بالشهر السادس، إذا بدها 8 ميجا جول. الحليب قديش إنتاج الحليب يا إخوان؟ حكينا 10 لتر صح؟ الدهن كم؟ الدهن 4 والبروتين 83. هذا شوفوا الورك شيت هاي احنا بنقدر نحسبها بسرعه، لكن الورك شيت هاي بتساعدنا انه ما ننساش شيء وبتساعدنا انه نرتب افكارنا. فروم اي نقطه فروم اي هون، اي هيها اي 10 بحطها هون، هاي 10. واذا انا بدي اعملها اكسل شيت مباشره وبريح راسي بقول تساوي هاي 10 لحالها، مجرد ما حطيتها بتطلع هون. طيب ال 10 من جدول 5-3، خلينا نشوف جدول 5-3 شو بيحكي. هاي جدول 5-3، بدنا نكبره شوي ونقول معلش انا هون حطيت بعمل تقاطع بس بدي الغي الفل عشان ما يربك الشباب وما يربك. احنا قلنا الدسم كم؟ قلنا الدسم 4، هي 4. والبروتين 83، هي 83. تقاطع الاربعه هاي الأربعة مع الثلاثة وثمانية شو يساوي؟ شو شايفين أنتو؟ 5 و5. إذا بنحط هون كل لتر حليب بده 5 و5 ميجا جول. اضربوا لي شباب 10 ضرب 5 و5 يساوي 55 ميجا جول. طيب هي هون المثال ذكر لي حالة جسم، ما ذكر حالة جسم، قال زيادة قال نقصان. ما أنا الفكرة احنا بدنا نتعلم كيف نحل هاي الامور، فهو ما ذكر لي حل الجسم بحط صفر. طب النتيجه قديش انا بحاجه ل لهاي؟ بنجمع، شوفوا شو بنجمع تحت، حاطط انا كل الامور هاي. بنجمع هاي 54 للادامه زائد 1 للمشي زائد 8 للحمل زائد 55 للحليب. النتيجه قديش؟ ليش صفر؟ بالضبط. طيب يساوي هاي 64 للإدامة كنترول زد، معلش اشوف كأني انا شاكك انه في الوضع غلط. نرجع للجدول 5-1، معلش الجدول 5-1. الجدول 5-1 الوزن البقرة 500 احتياجاتها 54 وليس 64. نبهوني إذا أنا كنت طبعت غلط، يعني هي 50 54. طيب نجمع هاي يساوي ال 54
زائد 1 للمشي زائد 8 ميجا جول للحمل زائد 55 للحليب اللي هي عبارة عن 118. هل جوابنا صحيح 118؟ والإبراهيم بيقول 113. خلينا نشوف إذا جوابنا صحيح 118. عبد الصمد أحسنت 118. خلينا نشوف بالله نحالي حالينا صحيحة. خلينا نرجع للشيت الرئيسية عندنا ونشوف إذا حلنا صحيح ولا مو صحيح. بسم الله. إذا 118 صحيح. 4 شوف للإدامة والنشاط للحمل حطيناها بجهة، 54 الاحتياجات الوزن، المشي 1 ميجا والحمل 8 ميجا صار 63، والحليب 5.5 في 10 يساوي 55، بنجمعهم إذا 118 ميجا جول صحيح. هنا شو بنستفيد من هاي التمرين؟ شو بنستفيد من هون؟ اي لما نبلش نعمل، او يعني لما نبلش نعمل خلطتنا ورح نيجي فيها، بس انا بالنسبه للتمرين بدك تنتبهوا اول شغله، كل كلمه تاخذوها بعين الاعتبار. وزن البقره 500، اذا هاي ليش ذكر لي 500؟ عشان اطلع احتياجات الادامه. المشي شو طبيعه المشي؟ مستقيم ولا غير مستقيم؟ وكم من كيلو قطع؟ انتاج الحليب، لما اقول لك 10 لتر حليب لازم احدد لك قبل ما احدد انتاج الحليب او مع تحديد انتاج الحليب نسبه الدسم والبروتين عشان اطلع احتياجه. هسه قال لك في الشهر السادس من الحمل، ما حكى لك في مرحله زياده وزنيه، هو في الشهر السادس عاده بيكون في مرحله زياده وزنيه، لكن ما حدد لك بادي كونديشن سكور، اذا نعتبرها ثابته وما بن احنا هذا السؤال ما بنحاول نجتهد، لانه احنا هدفنا حل سؤال. بينما انت في مزرعتك أو لما تعمل خلطة لمزارع أنت بتسأله، بتطلع على حالة الحيوان وبتحسب احتياجات وبتعرف الزيادة الوزنية كم. بيش بنحتاج الطاقة كمان لزيادة درجة الاكتناز اللي هي حالة الجسم. حالة درجة الاكتناز يا أخوان يا زملائنا بيزداد وزن البقرة، زيادة في الطاقة بتخزنها، طبعا جزء من الطاقة بروح للإنتاج، للحليب، للحمل إلى غير ذلك. وبعد ذلك اللي بيزيد بتخزن في الجسم على شكل دهون. هاي الدهون بحاجة إلها في مرحلة بعد، في مرحلة فريشكا وفي المرحلة الأولى، لأنه مهما اعطيناها من علائق، مهما اعطيناها من كميه، راح يكون رايمتر التيك قليل ولن تكون قادره على تناول الكميه الكافيه من احتياجاتها، وبالتالي بتستهلك المخزون الاستراتيجي اللي هو في جسمها. طبعا في درجه اكتناز، في ناس اتوقع في كندا لهم نظام بقول لك مقسموها من 1 لـ10، لكن النظام المعترف عليه هو من 1 لـ5، او المتعارف عليه عندنا من 1 لـ5، بغض النظر شو النظام اللي بدك تستخدمه، انت حر تقدر تستخدم من 1 لـ10 النظام الكندي او النظام الامريكي من 1 لـ5، واحنا متعارف عليه. صوتي واضح؟ صوت واضح؟ مهندسه في ناس تشكي هون على الشات انه الصوت مش واضح. اي نعم واضح. طيب اذا يكون عندهم النت ضعيف. اي نعم من الجميع يتاكد من النت لحتى تصلوا كل المعلومه واضحه. إذا حكينا درجة الاكتناز من 1 لـ5، احنا بنمشي من 1 لـ5. في نقطة مهمة جدا يا زملائنا بالنسبة لتقدير درجة الاكتناز، ما بصير أنت تبعت كل يوم واحد، إذا أنت مدير مزرعة أو 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 مسؤول في المزرعة تروح تبعت لواحد اليوم، تبعت سين من الناس تقول له روح شوف لي بالله درجة الاكتناز قديش. بعد فترة تبعت واحد ثاني تقول له شوف درجة الاكتناز قديش، رح يجيك قراءة مختلفة. دائما المسؤول عن قراءات درجة الاكتناز هو شخص واحد لازم يكون. ليش؟ عشان بنظر بعين واحدة وأي اختلاف بيجي خلاص بقدرها، لأنه أنا بنظر لدرجة الاكتناز بطريقة تختلف عنك، بجوز أنا أقول 2.5 أنت تقول 3 أو تقول 2، بينما أنا إذا قدرت هاي 2.5 هذه درجة بحضرني أقدرها 2.5. فمهم جدا اللي بقدر درجة الاكتناز فقط واحد. هاي شغلة ثانية. الشغلة الثانية احنا بنطلع معدل درجة الاكتناز، يجب ان بتروح على الحظيرة، الحظيرة فيها 20 راس او 30 راس. بالراس هم صفات على المعلف بتقول
هاي رقم اذا بدكش تحفظ ارقام وعلى السريع بتقول مثلا هاي 2 3 4 5 6 بتجمع مجموع درجات الاكتناز وبتقسم على عدد الابقار بيطلع معدل درجه الاكتناز. ما بصير اروح على اضعف بقره واقول هاي درجه الاكتناز الحظيره هاي 2.5 يلا بدنا نعلف على 2.5. لا، دائما في درجه الاكتناز في الحظيره الواحده في الجروب الواحد في المجموعه الواحده بناخذ معدل درجه الاكتناز. هاي شغله. الشغله الثانيه والمهمه واللي بدي اكد عليها انه اللي بيقوم في تقدير درجه الاكتناز يكون فرد واحد او شخص واحد فقط، ما يكون اكثر من واحد، وبالتالي راح القراءات تصير فيها خطا. بسم الله. انا جبت صور بس حتى نوضح درجات الاكتناز. لاحظوا هاي البقره مقدرينها 2.5، اقل من 2.5 بالسكور، اقل من 2 ضعيفه يعني. 1.2 1 1.5 بقرة هزيلة. لاحظوا هون العظام الدبوسية بين الذيلين، منطقة فاضية ما فيها الشحم على الظهر. طابعوا السهم معي لو سمحتوا على السهم، هذا العمود الفقري كله بارز وظاهر. إذا هاي تقديرها 2.5. من هون تيجي أهمية إنه واحد يقدر، لأنه لو أنا قدرت 2.5 رح أقدر كل اللي زيها 2.5. بجوز يجي واحد يقول لا هاي 2 مش 2.5، وأنا عاملها 2.5 تصير اختلافات. عشان هيك يجب برجع وبأكد كمان مرة وللمرة العشرين إنه شخص واحد يكون بتقدير البادي كونديشن سكور. هسه بعض الشركات صارت تعمل جهاز هو داخل على المحلب، جهاز هيك بتعلق على باب المحلب على باب الحليب، لما تدخل البقرة عشان تحلب بيقرا البادي اوتوماتيك، بيقرا البادي سكور لكل يوم في كل يوم في كل لكل بقره. هذا كمان كويس، لكن احنا حسب الامكانيات كمان بنشتغل. بسم الله. لاحظوا ارتفعت هون من 2.5 ل 2.75. لاحظوا الاختلاف يا اخوان، بلش الدهن هون بلش. لاحظوا هون اذا ملاحظين هون قديش ضعيفه، هون معبي، هون معبي دهن، وبلش يظهر بعض الدهون والشحوم على ظهر الحيوان. طيب نيجي لهاي بدي سكور 3. لاحظ صراحه انا حتى يعني هي للاسف هي مصدر هيك بقره بيضاء مش مبين فيها الامور، لكن اكيد انصح من 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 فيها سمن، وهاي مليان اكثر. لاحظوا على الفخاد هون من ورا هون ضعيفه، هون اكثر ملئا، هون اكثر ملئا. بادي سكور اكبر من 3 يساوي اكبر من 3.5. لاحظوا كيف واضح السمنه، واضح انه هذا ظهر مليان، هاي مليان. على فكره هاي لو انه الاولى هاي البقره لو انه دايره جنبها كان يعني لاحظت انه الربس تبعات القفص الصدري ظاهره، العظام فيها ظاهره. هون كمان ممكن تكون ظاهره لكن مغطيه بدهن، هون اقل، هون بالمرحله هاي ما راح تشوف الربس، ما راح تشوف الربس، عظام القفص الصدري ما راح تشوفها لانه راح تكون مغطاه بالدهون. نقطة كمان سجلوها لو سمحت عندكم ولا تنسوها. وراح نتعرض لها كمان مرة بس عشان للتذكير ذكروني فيها اذا نسيتها انا. البقرة عند الولادة، عند مرحلة الولادة لما تولد يعني اول يوم ولدت فيه لازم تعطيني بادي سكور ليس اقل من 3.5. ولما نجففها الشهر السابع من الحمل بعد موسم الحليب يجب ألا تكون أقل من 3.5. بمعنى آخر لو بقرة بلشت سكورها ب3.5 لازم تنهي موسمها ب3.5، لازم تنهي ب3.5، لأنه هذا مهم جدا 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 لدعم البقرة في مرحلة الفريش كاو، مرحلة بداية الموسم اللي ما راح يكون في عندها قدره على تناول ماده جافه اكبر، وبالتالي يعني راح يكون تستخدم طاقتها المخزنه بالجسم. هسه انا حكيت يا ذو الكفل عبد الله شافي الله يحفظك ان شاء الله تعالى، انا حكيت ليش بالبدايه بجوز انتبهت وقلت لكم هاي مرجع، انا طلعت والله من النت المرجع انه اللي عامل هاي المرجع مقدر هاي 2.5، مقدر هاي 2.75، مقدر هون انت، عشان هيك حكيت انا انت اللي بتقدم، يعني اعمل سكورك اللي حال. هسه انت بتاخذ فكره انه هاي خلاص اخذت فكره انه هاي ضعيفه، هاي 2.5. بجوز يجي واحد غيرك زميلك و2.5
وانت بتحكي يقول لك لا هاي اثنين، ويجي يقول لك واحد اثنين ربع، لا انت بس هاي انت اعمل سكورك، معك سكور قسم ابقارك من واحد لخمسه، واحد ضعيفه جدا، خمسه سمينه جدا، وبناتهم اعمل سكورك عشان انت تبلش تقدر درجه الاكتناز البادي كونديشن سكور لحالك. او انه طبعا اذا كنت انت في مزرعه متطوره ومزرعه حديثه وعندها امكانيات بتركب جهاز على دخول لما تدخل الابقار على الحلابه، وعندها بيكون اي دي جهاز لقراءه الرقم تبعها معرف عليها، بيقول لك البقره كذا، البادي سكور تبعها كذا على 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 الجهاز. لكن مش كل الناس عندها امكانيات كبيره، في ناس على قد حالهم، بالتالي احنا لازم نعرف كيف نعمل بادي كونديشن سكور. انا شرحته هون، جبته هون، ما بدي اعطيه حجم اكبر من حجمه، شرحته حتى نشوف الفرق بين 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 2.5 و3.5. شوفوا يا اخوان، بدي اطلع على البادي سكور هون، هون يوم سيف ولدت، هاي من 0 ل 12 سنه ولدت البقرة، بيكون إنتاجها عالي، البادي إنيرجي ريزيرف بصير، وزن بيكون كبير، بصير يبلش يضعف تضعف، بصير الحيوان يضعف، ارجع بعد في الليت لاكتيشن بثبت، بضل يضعف في الإيري لاكتيشن. لاحظوا لاحظوا السهم لو سمحتوا، لاحظوا السهم هون ولاحظوا السهم هون، تقريبا نفس الوزن، الوزن اللي بلشت فيه الموسم هون، والوزن اللي أنهت فيه الموسم، والوزن اللي انهت فيه الموسم هو تقريبا نفس الوزن. لازم تكسب في الليت لاكتيشن، تحاول تزيد وزن حيواناتك في الليت لاكتيشن، لانه زياده بادي كونديشن سكور في الليت لاكتيشن يحتاج وقت وطاقه اقل، يحتاج وقت وطاقه اقل من الدراي بيبي. في منطقه الجفاف فتره زياده وان كونديشن سكور بيحتاج لوقت اطول وبيحتاج لطاقه اكبر. طبعا هذا كله راح له علاقه بالدراي ماتر وشو اسمه. لاحظوا هون يا اخ دول كفل، يا دول كفل يا بطل، لاحظ هون شو كاتبين لك هون. بسم الله الرحمن الرحيم، معلش معلش خليني اشوف شو وضع. لاحظوا هون كاتبين لك اثنين، تولد البقره لازم تكون 2.5 ل 3.75، خلال اسابيع الانتاج الاولى بتنزل، بصير وزنها، شوف قديش فقدت، 2.5 ل 2.25 ل 2.5، تفقد من وزنها كميه كبيره، وشطارتك هون كمان رح نتعرض لها، رح نجي لها كيف نتغلب على هاي المشكله. في الليد في الميد لاكتيشن ببلش الوزن يزيد، في الميد لاكتيشن ببلش الوزن يزيد، في الليت لاكتيشن لازم يوصل لثلاثه ونص، اذا بلشت بثلاثه ونص لازم تنهي بثلاثه ونص. في مرحله دراي بيريود لازم تكون بين 3.5 و 3.75. هسه تقول لي 4 4.5، انا بقول فيري فات، ممكن تأثر على الجنين وممكن تأثر على الولادة أثناء الولادة، إذا كانت سمينة جدا تغلف في الولادة ويصير عندك عسر ولادة. إذا بدنا تغذويا نكون حذرين في هذا المجال وننتبه لهذه النقطة. بسم الله. الجدول هذا جدول 5-4، احفظوه يا جماعة، احفظوه. كل البقرة اللي وزنها 550 سلالة فريزيان، كل بادي سكور عبارة عن 44 كيلو، يعني البادي سكور 3-2 والبادي سكور 3 فرق، إذا كان فرق بيناتهم 44 كيلو بالنسبة للفريزيان. بالنسبة للكروس 38، وبالنسبة للجيرزي السلالات الصغيرة 32. بين هاي نقطة مهمة جدا، 44 ميجا جول لكل 44 كيلو لكل كل بادي كونديشن سكور. يعني كمان مره الفرق بين الوزن، لو بقره وزنها 550 والبادي كونديشن سكور تبعها 2 مثلا، صارت 1 كسبت 1 كونديشن سكور صارت 3، بنضيف 550 نضيف لها 4 بصير 594 بصير وزنها. اذا في هذا المثال ال 550 اذا وكان فرضا لو كان بادي سكور تبعها 2 فرضا وصار 3، بصير وزن البقره عند 3 594، بنضيف 44 للوزن. بالنسبه للهولشتاين
شوفوا بالنسبه للهولشتاين كل ما زاد الوزن بزيد، بس 60 انا يعني صراحه شايفها كبيره، لانه الفريزن كمان وزن مش صغير، لا الفريزن بوصل 600 و700 وزن ثقيل، الفريزن وزنه اكبر، الهولشتاين اعلى من الفريزن بس الفريزن ممتد طولا اكثر، بالتالي ممكن يعني 44، ممكن انا بعتمد على 44، بدك تحطوها 50 بصير، بس انا بعتبرها 44 صراحه. 60 ما عندي المعلومه، الصحيحه عن الهولشتاين حتى اقول لك 60 ولا لا، لكن اللي انا شايفه بالنهايه ممكن توصل ل 50. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الجدول مهم 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 مهم، هي حطيت ايه؟ اشتريت مهمه. احنا غاد قلنا بهذا الجدول، قلنا لكل بادي سكور حسب السلاله 44 38 32. هون يا اخوان قلنا لكل كيلو زياده في الوزن بدها 44 ميجا جول. وين هاي؟ في الليت، في الليت لاكتيشن، في مرحله الليت لاكتيشن. بتتذكروا مرحله الليت لاكتيشن لازم نزيد الوزن فيها. اذا كل كيلو زياده وزنيه بدها 44 ميجا جول، ولاحظوا في فتره دراي بيريود بدها 55 لانه اصعب، عشان هيك انت لازم تستغل الوضع في الليت لاكتيشن وتحاول تحصل على زيادتك الوزنيه اللي بدك اياها، لان هون 44 بحاجه لكل كيلو هم بصير 55. طيب لاحظوا لي هاي، كل واحد كيلو فقد وزن بتعطي طاقة متوبلايزبل انرجي 28 ميجا جول. اذا انا حتى احصل على كيلو زيادة بدي اعطي 44 ميجا جول او 55 حسب الفرق، بينما لما اخسر كيلو المتوبلايزبل انرجي ميجا بدها 28 ميجا جول، وهون كمان لازم ناخذها بعين الاعتبار. احفظوا لي الجدول هذا واحفظوا لي الجدول اللي قبل. بسم الله. والله تنشوف هون هذا المثال شو بيحكي. تفقد بقره نص كيلوغرام من وزنها الحي يوميا. نص كيلو، طبعا هون ملاحظه انه طبيعي البقره في بدايه ولاده بتفقد نص كيلو في اليوم من وزنها الحي في الفريش كاو. شو معنى تفقد نص كيلو؟ والله معلش انا بدي ارجع لورا عشان ما تغشوا. طيب 14 ميجا جول، ممتاز. اذا اعطتني 14 ميجا جول، هناك اتحررت 28، نص كيلو 14. هاي ال 14 شو معناها؟ ايش بتفيدك؟ انا ممكن عرفت انه 14. بعدين هاي يا اخوان، هاي بتغطي انتاج في مرحلة الفريشكا، بتغطي انتاج 2 الى 3 كيلو حليب، 2 الى 3 لترات حليب. طلعوا على الجدول هذا، اذا نص كيلو اتحرك، عشان تعرفوا شو 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 اهميه انك تدير بالك على صحه الحيوان وتعطيه بادي كونديشن سكور في مرحله الليت لاكتيشن ودراي بيريود. لو جبنا 14 ميجا، شوف شو بتغطي ال 14 ميجا. لو كانت الحليب 3.8، او خلينا البدايه، لو كان الحليب 3 والبروتين الدسم 3 والبروتين 2.5، 4.5 لكل كيلو، 4.5 يعني تقريبا 3 3 وشوي. اذا كانت نفس الدسم 3 والبروتين مثلا 4.4، 5 2 كيلو ونص. لو جينا على البقره عندنا في الاردن، يعني انا بتصور الدسم بده يكون 3.4 والبروتين 3.2، بكون 4.9 4.9 4.9 قسموها على ال 14 بيطلع اكثر من 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 يمكن اكثر من 3 كيلو او 2 كيلو 3 الا. اذا هاي النقطه خذوها بالاعتبار، الفقد الوزن معناه فقد الوزن معناه طاقه تحررت عشان تعوض نقص عشان تحافظ على انتاج الحليب. طيب نشوف هذا السؤال شو بيحكي، نشوف هذا السؤال شو بيحكي. بسم الله. تحصل بقرة فريزن وزنها، بالله اكتبوا بورقة وقلم، على وزنها 550 جرام.
في اواخر فتره الحلاله، يعني ايش؟ في الليت لاكتيشن تحصل على ايش؟ على نص درجه جسم، تحصل على يعني زياده مش نقصان، مش تفقد، صح؟ اذا خلينا نشوف بقره وزنها 550 على نص درجه، نص في الليت لاكتيشن. بالله خلينا نشوف هون، مش ذاكر حتى هو السؤال شو نوعها. فريزر في الليت لاكتيشن على النص على 44، 44 يعني 22 كيلو جرام، يعني حصلت على نص درجه في اواخر نص درجه يعني 22 كيلو. ال 22 كيلو قديش لكل كيلو؟ لاحظوا في الجدول اللي حكينا 44، 22 ضرب 44 يساوي تقريبا 968. انا بنصحكم تراجعوا الارقام وتضربوا تشوفوا 22 و44. معلش ال 22 من وين اجت؟ ال 22 كيلو هون من وين اجت؟ جاوبوني لو سمحتوا. احسنت 968 مضبوط، بس انا بدي اعرف ال 22 هاي من وين اجت؟ ال 22 كيلو على اي اساس؟ وقال لي نص درجه، كيف انا قدرت 22 كيلو؟ 44 تقسيم 2. عبد الصمد، حسام، بارك الله فيكم، حمزه ما شاء الله. لا لانه درجه 43، ليش 43؟ نرجع لحمزه، ليش 43؟ الدرجه 44 مش 43، 44 درجه الواحده، 44 كيلو نص درجه يعني 22. طيب ال 22 كيلو كل كيلو زياده وزنيه بدها 44، فضربنا وطلع خير وبركه، خير وبركه استاذ حمزه، الله يرضى عليك امي. احسن، نص في 44 كمان بصير 22، بصير باي طريقه تحسبها، المهم انه حيط. ممتاز جدا. طيب خلاص اكتفينا بالتعليق، خلينا نكمل. هاي بنضيفها للطاقة. لاحظوا هناك في المثال الأول فقد الطاقة، فقد الطاقة ليش؟ عشان تعطي حليب. هون يعني أعطت طاقة للجسم، يعني أعطت طاقة للجسم راحت الإنتاج. هون أخذ الطاقة وين؟ خزنتها كدهن، خزنتها كدهن، معناه راح تستخدمها في وقت لاحق في مرحلة أخرى من مراحل الحياة. والله هاي مثال بقرة، اكتبوها لأنه راح أدخل عليك أكسل شيء. مثال بقرة وزنها 550، حصلت على درجة يعني زادت بادي سكور، بادي كونديشن سكور واحد في قديش؟ في 6 أسابيع، في 40 42 يوم. شو معناها؟ لاحظوا ننسى دائما بقرة جافة، إذا البقرة إيش؟ جافة، في مرحلة الجفاف أو جافة وزنها وزيادة وزنية. بالله خلينا معلش ندخل مع بعض نشوف شو راح نسوي، نطلع احتياجات هاي الشيء. البقرة وزنها 550، 550 بنروح على جدول 5-1، بنروح على الجداول 5-1، 550 بنكبر الصورة تبعتها كمان عشان نشوفها. خمسمية وخمسين قديش بدها طاقة؟ 59. أحسنت يا حسام محمد علي الخطيب، 950 بدها 59. بنروح على الجد، بنروح على ورقة العمل اللي عملناها. 500 وزن البقرة كم؟ 550 قديش بدها؟ 59. نشاط اليومي مش مذكور، ذكروا لنا اياه، بنحطه صفر، بنحط هون صفر. الحمل قالوا لك بقرة جافة، بقرة جافة. بقرة جافة وجافة وكسبت في 42 يوم، معناه في الشهر التاسع من الحمل. شوفوا كيف فسرنا وكيف حللنا المعلومة، هي بقرة جافة. بقرة جافة يعني بالشهر الثامن أو التاسع من الحمل. 42 يوم حتى تزيد 1 body condition score، 42 يوم يعني هي في الشهر التاسع. في الشهر التاسع من الحمل بنحط هون شهر 9 للحمل. احتياجات بنروح على جدول 5-2، هاي جدول 5-2، 5-2 بنزغر هاي عشان نعرف، نروح لجدول 5-2، هاي جدول 5-2 بنقربه بنقول له تفضل. إذا في الشهر التاسع قديش بدها؟
طاقة إضافية 20 ميجا جول. معاي 20؟ أحسنت حسان صلاح، أحسنت أحسنت ما شاء الله عليكم. هاي 20 ميجا جول، بنروح على ورقة العمل بنحط هون 20 ميجا جول. حليب فيه؟ ما في حليب. الجين، كيف نحسب الجين يا جماعة الخير؟ هي بتزيد 1 بادي كونديشن سكور. لاحظوا هون من 5 5 بنروح على جدول 5 5 بنروح على جدول 5 5 هاي جدول 5 5 وين جدول 5 5 هي هاي هو جدول 5 5 طلعوا هي في مرحله دراي بيريود وبتزيد 1 وفريزيان، فريزيان يعني 44 كيلو، بتزيد 1 بادي كونديشن سكور يعني 55 55 ميجا جول بحاجه. تمام؟ بروح على ورقه العمل. لا لا مو 44، هاي الليت لاكتيشن 44. الليت لاكتيشن يا حمزه، الليت لاكتيشن 44 كيلو في 55، احسنت، ممتاز. ممتاز، والله اني انا مبسوط منكم. يعني ما شاء الله تبارك الله. اذا هي هي بتزيد في 42 يوم 1 بادي كونديشن سكور. خلينا نحسبها بالله، معلش خليكم معي. 44 كيلو، تمام؟ 44 كيلو في 42 يوم، 42 يوم بنيجي بنقسم هون يساوي، طلعوا على الاتش على هاي النقطة، يساوي 44 تقسيم 40 42. إذا كل يوم هي قديش بتزيد؟ بتزيد 1.47 كيلو. خلينا نحكي لها هاي زيادة وزنية. كل كيلو قديش بدها؟ قديش قلنا كل كيلو بدها؟ كل كيلو بدها في مرحلة الجفاف ل 55 ميجا جول. هاي 55 ميجا جول. فنشوف المجموع هيك قديش بده يطلع، نتاكد 59 و20 79 و57 يساوي هاي زائد الحمل زائد هاي انتاج حليب ما فيه زائد هاي ليش مش طالع؟ بنشوف كمان مره، نجمعها كمان مره لو سمحتوا. هاي زائد 59 زائد 20 زائد 57 ويساوي 136 تقريبا 137. احسنت يا خليل، علي خليل. اذا خلينا نرجع كمان مره نشوف كيف تمت الزياده. شفتوا؟ اذا هاي البقره بحاجه ل 137 136 تقريبا 137 ميجا ميجا كال ميجا جول. بنرجع للاساس 136. سلام عيد علي الطراوني، صحيح 136 احسن. يعني حتى نعرف كيف شرح اخير، هذا يعني انه اكتساب 44 كيلو وزن حي. ال 44 كيلو في هون مسوينها في 55 2420 وقسموها طلعت 58 ميجا جول لكل يوم، او بالعكس زي ما احنا سوينا قسمنا على في اليوم قديش وضربنا في المحتاج. البقره 20 20 ميجا جول. 20 ميجا جول كيف قدرنا انها بالشهر التاسع؟ لان قال لك جافه وزياده خلال ست اسابيع. ست اسابيع لو فرضنا انها ست اسابيع يعني شهر ونص، معناها في منتصف الشهر التاسع. هاي 137 تقريبا هي 136 ونص، فهم مقدرين 137. بدي احكي عن تاثير، تفضل هاني. اي نقطه؟ تفضل على راسي. بنعيد اخر نقطه، بدك اعيد على الاكسل ولا على الاكسل ولا على طيب يا اخوان، البقره وزنها 550
من الجدول طلعنا احتياجه 550، قديش طلع احتياجه من الجدول؟ من الجدول هذا هو 550، قدرنا يمكن 550 اذا انا مش غلطان، 550 59 ميجا جول. اذا احتياجات الادامه نتيجه الوزن 59 ميجا جول. على الاكسل، حاضر راح ارجع لكم على الاكسل. راح ارجع على الاكسل. وين رحت انا؟ يبدو اني خربطت، معلش. على الاكسل. مهندسه كيف كاني انا طلعت من الشير، هاي الشير. مهندس يا ريت لو ترجع تعمل لنا شير سكرين. هيك هيك تمام. اه هيك رجعت؟ مرجع. لا لسه. اه تمام. ما رجعت؟ تمام طيب. لا هي يبين قدامنا الاكسل. ممتاز. ممتاز. احنا قلنا بقرة وزنها 550، من الجدول طلعنا انه احتياجاتها للإدامة 59 ميجا جول. السؤال ما قال لي قديش تمشي، فهي تمشي ما راح احسب حسابات المشي. الحمل قالوا لي بقرة جافة وبتزيد في 6 أسابيع بادي كونديشن سبورت، في 6 أسابيع، إذا بقرة جافة احنا بنجفف نهاية الشهر السابع، يعني بتقضي في فترة الجفاف شهر 8 وشهر 9. الزيادة الوزنية الـ One Body Condition Score حصلت في 6 أسابيع، يعني إذا قلنا من أول الثامن لست أسابيع هي في يا في نهاية شهر، في نهاية الحمل، يا في منتصف شهر التاسع من الحمل. إذا التسعة من جدول الخمسة اثنين هي بحاجة للحمل ل 20 ميجا جول. طيب ممتاز. زادت One Body Condition Score. One Body Condition Score في سلالة الفريزن عبارة عن 44 كيلوغرام، عبارة عن 44 كيلوغرام. خلينا نشوف للجدول هاي. إذا أنت شايف هون البقرة الفريزيان 550، وزنها 550، زيادة البادي كونديشن سكور الواحد عبارة عن 44 كيلو جرام، يعني كل ما تزيد بادي كونديشن بتزيد 44 كيلو. كل كيلو في زيادة الوزنية في مرحلة الدراي بيريود 55، في الليت لاكتيشن 44 ميجا جول. رجعنا هون يا شباب، قلنا 44 كيلو صح؟ بادي كونديشن 44 يساوي 44 ضرب 55، 2420 ميجا جول بحاجة، بس مش في اليوم بحاجتها، حاجتها بست أسابيع. ست أسابيع يساوي هاي تقسيم 42 يوم الست أسابيع، إذا 57 ميجا جول. طلعوا هون، بحاول أكبر لكم إياها هون، بسم الله الرحمن الرحيم، هاي 57 وتطلعوا هون 57. أنا شو سويت هون؟ ما عملت زي هيك، قسمت ال 44 كيلو على 42 يوم، طلعت في اليوم بالكيلو وطلعت وضربت، فكلها نفس الفكرة. واضحة؟ واضحة شباب؟ معلش محمود نجيب، حكينا حتتعرف زيادة في الوزن في اليوم. كمان مرة، للمرة الأخيرة راح أعيدها. سؤال قال في 6 أسابيع بزيد واحد body condition score، حالة جسدية واحدة. من الجدول حكينا إنه في سلالة الفريزيان الحالة زيادة، يعني لما نقول زيادة one body condition score يعني زيادة في الوزن 44 كيلو. هاي ال 44 كيلو زادتها البقرة مو في يوم، زادتها في 42 يوم. بقسم 44 تقسيم 42 يوم بيطلع الزيادة الوزنية في اليوم. في اليوم الزيادة الوزنية قديش بدها طاقة، حاجتها من الطاقة، حدد لي اياها هذا الجدول، حدد لي اياها. إذا كانت هاي زيادة في الليت لاكتيشن في مرحلة الإنتاج المتأخر راح يكون 44،
لكن سؤالنا شو قال؟ قال دراي كاو جافه، اذا كل كيلو ب 55، فبنضرب الناتج ب 55 بيطلع احتياج. مين ما شاء الله يعني الاسئله كثيره لدرجه اني انا يعني بتوه في بلحقش اقرا. ممتاز ممتاز، راح نفرجيكم كيف نعمل الاحتياجات. يا جماعة الخير أنا قاعد بحكي، أنا بعطي مثال قاعد، هل زيادة 1% زيادة، هل 1 كيلو في اليوم زيادة كثير ولا قليل؟ بدي تجاوبون عليه. في أحد زملائكم سأل سؤال بقول لي مش كثير زيادة 1 وزنية 1 كيلو في اليوم زيادة وزنية؟ شو رأيكم تجاوبوش؟ مين كيفكم تجاوبون؟ معلش جابوني كيفكم جابوا زيادة وزن؟ زميلكم سألني بقول لي مهندس زيادة وزنية واحد، بسم الله، 1 كيلو في اليوم كثير ولا قليل؟ بدي جابوني معلش. لا احنا انا بديش مشان ايش، انا بدي أنا بدي أعرف كثير ولا قليل. من رأيي كثير، غاني بقول رأيي كثير. ممتاز 1 كيلو. لا عادي عمر محمد بقول، حمزة بقول بس ليش؟ أحسنتم. ليش؟ يعني كثير ليش؟ 1 كيلو كثير وعادي ليش؟ أنا بدي أقول أجوبتكم كلها صحيحة. ممكن 1 كيلو كثير، ممكن قليل، ممكن ممكن ما فيش داعي أزيد. اللي بحدد إنه قديش لازم تكون الزيادة الوزنية حالة الجسم في الليت لاكتيشن. أنا بدي إياها تكون قبل ما أدخلها لمرحلة الجفاف. مرحلة الجفاف ضرورية جدا 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 عشان البقرة تستريح وتعيد إنتاجها وتعيد طبقة الألفلولاي، هاي تعيد بنائها اللي بتكون تعبت خلال ورهقت خلال الإنتاج، خلال موسم الإنتاج 350 يوم. طبعا فيش يعني معظم انتاج معظم الابقار عندنا فوق ال 14 شهر، اكثر من 14 شهر مده، لانه فتره بين ولادتين 14 شهر. يعني اجمالا كثير ولا قليل انت بتحددها. معلش شباب اسمعوني، خلاص لا تعلقوا اسمعوني لو سمحت. بطلع في الليت لاكتيشن، بطلع حاله البقر في الليت لاكتيشن. البقره صارت مثلا البادي كونديشن سكور ثلاثة وبدي أخليها 3.5 وهي ضايلها شهر للتجفيف. خليكم معي يا شباب عشان تكون أمور واضحة، معلش اتركوا الشات حتى أقول كثير ولا قليل، بدي أفكر بمنطق. باجي بطلع بقري في الحظ في 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 الليت لاكتيشن، والله البادي كونديشن سكور 3 وضايل له شهر فيتجفف. طب 3 لما نوصله للثلاثة ونص خلال شهر بدي نص بادي كونديشن سكور. لو فرضنا بالليت لاكتيشن 44 كيلو يعني في الشهر 22 كيلو تقسيم 30 يوم بيطلع أقل من كيلو. طيب جيت أنا لقيت حالي الوضع عندي صعب وتعرضت لمشاكل كبيرة ولقيت البادي كونديشن سكور مش 3 في الليت لاكتيشن، 2.5 لا خلال شهر بدي ارفعها. طبعا احنا انا بحكي نظريا حاليا. اذا بدي اكثر من كيلو، والله بدي ارفعها من 3.25 ل 3.5 خلال شهر او شهرين. اذا اللي بحدد كثير ام قليل البادي كونديشن سكور عندك في المزرعه. طيب والمدير الناجح ما بترك حاله لاخر لحظه يلا بدي ازيد البادي كونديشن سكور. مجرد ما تبلش البقره في مرحله الزياده الوزنيه انه بتاخذ احتياجاتها من العناصر الغذائيه وبتبلش تصير عندها زياده وزنيه، ببلش احسب اقول من هون لغايه ما في مرحله الجفاف اكم من يوم، وبحدد قديش بدي الزياده الوزنيه كل يوم. اذا حددت الزياده الوزنيه اللي بدك اياها كل يوم بحدد
بقول بدي مثلا نص كيلو، بدي 750 غرام، بدي 250 غرام في اليوم، بحدد الاحتياج. طيب مهم جدا زي ما حكينا انه المدير الناجح يهتم لقطيعه مش بس في اخر مرحله، في جميع المراحل. مهندس حمزه، الله يرضى عليك يا ولدي. الاصل اول شيء، لا البقره ما بضرها زادت كيلو ولا زادت 2 كيلو ولا زادت 3 كيلو، البقره بتنصح تسمع. انا ما بدي بقره سمينه، يعني انت كمدير مزرعه او كمهندس تغذيه، انت بتحدد الزياده الوزنيه اللي بدك اياها في اليوم. انت دخلت على مزرعه لقيت البادي كونديشن سكور نازل عندها 2 ونص، شو بدك تعمل؟ ومش في الايرلي لاكتيشن، في الميد لاكتيشن شو بدك تعمل؟ بدك تدعمها بالتغذيه، بدك عشان تلحق توصل للي بدك اياه. انت عشان ما توقعش في مشكله انه قديش بدي ازيد، لازم مجرد ما بلشت البقرة بلش تكسب وزن، تصير احتياجات الكذا الغذائية كافية للإنتاج وللكذا وللحمل لتكسب وزن، بصير أحسب زيادة الوزنية كده. طيب أنا ما بدي بقرة تكون محفوظ، ما بدي بقرة تكون سمينة، أنا مش مطلوب تكون سمينة. بقرة الحليب عمرها ما كانت سمينة، بقرة الحليب المنتجة دائما رشيقة بس مش ضعيفة. السمنة أنا ما بحكي، أنا بقول زيادة، أنا بدي إياها 3.5 لما تجففها، 3.5 في مرحلة الجفاف لما تولد تكون بين 3.5، البقرة لما تولد بين 3.5 و3.75 عشان لمرحلة الفريش كاو. طبعا انت لازم تنظر لقطيعك من اول يوم، مش من اول يوم، لازم تهتم في قطيعك في مرحله الجفاف. مرحله الجفاف تقسمها مرحلتين، الفار اوف والكلوز اب. لا مين هاي مين لا 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 ابدا، انا ما بوزن البقر كل يوم. يعني مش منطقي انك توزن البقر كل يوم، رغم انه حاليا المزارع الكبيرة في ميزان والبقر طالع من المحلب بيوزن كل بقرة وبقراها. المزارع الحديثة في موازين بتكون على المحلب والبقر طالع، تمرق البقرة وبقرا رقمها وبقرا الوزن. لكن احنا في الحالة الاعتيادية ما بنقرا الوزن. انا لو قريت الوزن اخذت لي عينة معينة من قطيع، اخذت لي 10 بقرات او 15 بقرة من كل مجموعة ووزنتها كل شهر مرة، نفس البقرات مش بقر غيرها، نفس البقرات كل شهر مرة بتعطيني فكرة عن الوزن. رح نيجي لمرحلة التجفيف يا شباب، لا إن شاء الله بنيجي لها بإذن الله تعالى، كيف نعامل البقرة في كل مراحل إنتاجية. إحنا على الساعة مهندسة، في شباب طلبت استراحة على الساعة، بنسترح لنا 10 دقائق، إذا تجاوزنا الساعة خلينا ناخذ 10 دقائق استراحه ان شاء الله مهندس. خلاص تمام، ناخذ استراحه 10 دقائق للساعه 8:10، 8:13 دقيقه بالضبط. ان شاء الله تعالى. يعطيك على راسي تعالى. نقول بسم الله، تاثير الاجهاد المناخي. انا قلت اجهاد مناخي وما قلت حراري، لأن الحراري ممكن يكون بارد، ممكن يكون إجهاد نتيجة البرودة، وإجهاد حراري نتيجة زيادة الحرارة. تأثير الإجهاد المناخي على احتياجات الطاقة. بالنسبة للجو البارد يا أخوان ما في تأثير كبير. الأبقار إذا كانت تتحمل البرودة أكثر من تحملها، تحمل شدة البرودة أكثر من تحملها لشدة الحرارة. الأبقار إذا كان أهم شغلة ما تكون قاعدة في مكان رطب، وإحنا بنشوف في مزارعنا الشتاء رطوبة ومي، قاعدة في مي ورطبة، وبيجي الهواء البارد وبتيجي درجة الحرارة الباردة، هنا فعلا فعلا هون بتأثر. بينما بالحر الإجهاد الحراري أشد خطورة
زيادة درجة حرارة البيئة والجو على الأبقار والحيوانات بشكل عام أشد خطورة من انخفاض درجات الحرارة. إحنا بالشتاء عندنا بنيجي بنقول لك تيجي فلان نزل ليش الجو بارد؟ لا مش لأنه الجو بارد نزل حرارة، نزل حليب، إنتاج الحليب نزل في مزارعنا بالشتاء مش لأنه الجو بارد، لا لأنه البيئة العايشة فيها البقرة uncomfortable uncomfort، يعني بقرة قاعدة في 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 سماد في على روث مبلول ورطب والجو بارد، بينما نفس الجو ونفس البقرة لو قاعدة في مكان جاف وفي برودة راح تلاحظ إنه إنتاجها ما راح يتأثر بشكل اللي أنت بتشوفه بالعكس. إذن الإجهاد الحراري في حال البرد في حال البرودة، إذا كان الجو بارد وما في البقرة جوا قاعدة في مكان مرتاح وناشف وجاف ما في مشكلة. أنا مشكلنا الإجهاد الحراري، الإجهاد الحراري يا أخوان يجب أن نتنبه له مبكر، يعني ممكن تكون درجة الحرارة 26 25 يكون في إجهاد حراري. الإجهاد الحراري له علاقة بدرجة الحرارة وعلاقة بدرجة الرطوبة، كلما زادت درجة الرطوبة مع زيادة درجة الحرارة ببلش الحيوان يدخل بالإجهاد الحراري. يعني ممكن درجة الحرارة 25 ورطوبة تكون بالسبعين وبالثمانين في المية بكون إجهاد حراري. وصراحة إجهاد حراري عندنا إحنا هنا في الإمارات إجهاد حراري خيالي، والكويت كمان نتوقع لأن الرطوبة عالية، قد تصل الرطوبة يا أخوان 98% 100%، بتعرف شو معناته الرطوبة 100%؟ يعني الحيوان بتنفس مي. وصلت درجة الرطوبة عندنا في أماكن معينة تخيلوا تدخل في الكريتيكال زون، تدخل ممكن تؤدي إلى النفوق. رطوبة عالية درجة حرارة 50، الحيوان لا قادر يأكل ولا قادر يشرب ولا قادر يتحرك. لكن بمعنى آخر إحنا في بلادنا في الأردن، الله يحفظ الأردن وبلادنا جميعا إن شاء الله بلاد جميع المسلمين، إنه في درجة الحرارة لما تبلش الحيوان يلهثك تبلش تعد له، شوف زادت لهثه ممكن ما تقول 27 قليلة، ممكن تكون 27 درجة حرارة عالية. طيب شوف أنا شو كاتب هون، كاتب عندما تتعرض الحيوانات لإجهاد حراري لدرجة أنها تلهث يمكن زيادة احتياجاتها من الطاقة للإذابة بنسبة تصل إلى 10%. شو هالحكي؟ حكي صحيح ولا مش صحيح؟ ليش أنا حاكي هيك؟ جابوني على الشات والله لو سمحت، الكلام هذا صحيح؟ ليش 10؟ يعني شو درجة حرارة وبدك تعطيها طاقة؟ انسى الرطوبة، انسى الرطوبة، احنا بدنا نعتبر إجهاد حراري صحيح. ليش صحيح؟ ليش صحيح؟ رائد محيس وكلكم احسنت احسنت. انا لازم ازيد الاحتياجات، لازم اركز وحده الطاقه في العلف. اهم طريقه لمكافحه الاجهاد الحراري ومكافحه نقصان الطاقه في العلف انه ازيد تركيز وحده العليقه في العلف حتى اعوض النقص من الطاقه. طريقه ثانيه للتغلب على الاجهاد الحراري انه انا بعلف كذا وجبه في اليوم، مش وجبتين، ممكن اعلف ثلاث وازيد في مرحله اخرى اعملها اربع وجبات. طيب بدي اسال سؤال وجاوبوني عليه، خلال 24 ساعه في فصل الصيف اي ساعه منهم تكون اعلى اجهاد حراري للبقر؟ خلال 24 ساعه في فصل الصيف وفي الأبقار في مرحلة إجهاد حراري، أي ساعة بتكون أشد خطورة وأشد إجهاد حراري؟ لغاية الآن ما حدا جاوبني. خلاص يبدو انه ما يعني بالليل، باي ساعه بالليل؟ بالليل. طب اي ساعه بالليل؟ طيب خلاص اختصارا في منتصف الليل يا اخوان، بتكون في منتصف الليل بتكون اشد اجهاد حراري. عشان هيك اللي بيستخدموا انظمه التبريد
اللي هي الكولار كول او غيرها بالليل ما لازم تفوق. تنتين بالليل بهذه احسن، ما لازم تفوق. اهم التبريد بالليل في منتصف الليل او بعد منتصف الليل تشغله اهم من عز الظهر. عملوا دراسات وعملوا سكاننج للابقار، وجدوا انه البقره بتنتج هيت انكريمنت كبيره جدا بالليل. ليش بالليل انا محمود؟ ليش؟ لانه بالليل البقره بتكون قاعده اكثر جلوسا، يعني ما بتروح تاكل وبترجع، هي جالسه وبتشتر. عمليه الرومينيشن والاشترار بنتج عنها طاقه عاليه جدا، هيت انكريمنت عالي، وكمان طبعا حراره الارض، بس احنا بنحكي في نظام مبرد. طيب في عندي هذا المثال، انتبهوا له بالله. عندي 7 بقرات مختلفه في الاوزان والاحجام والانتاج ومكونات نسب البروتين. هذا مثل، صوروه عندكم لو سمحتوا، بدنا حله. انا راح احل منكم وراح احل معاكم الان البقره رقم 5، وانتم عندكم من محاضره اليوم بدي تطلعوا لي بقيه الحل. تمام شباب، لما ننتقل لموضوع ثاني بنوقف الاجابه عن السؤال اللي قبله. طب تعال نشوف البقره رقم 5، شو بتقول رقم بقره رقم 5 اللي حلينها هون؟ وزنها 500 كيلو. 500 كيلو اكتبوها على ورقه حتى نحلها مع بعض على الورك شيت اللي احنا عاملينها اساسا وصممناها. البقره وزنها 500 كيلو. الوزن 500. النشاط اكتيفيتي، لاحظوا الاكتيفيتي المسافه 2 كيلو 2 كيلو متر في اليوم الى منطقه المحلب، مستويه ارض مستويه بتمشي 2 كيلو، اذا بتمشي نشاط 2 كيلو متر ارض مستويه. 3-5 حامل بالشهر السابع، حامل بالشهر السابع. انتاجها اليومي 13 لتر ودسم 4.8 وبروتين 3.6 3.6%. يا اخوان فيها سلالات، في سلالات زي الجيرسي وغيرها والفريزر كمان، واللي بتعتمد في علفها على المراعي اكثر من اي شيء ثاني، تاكل فرج نوعيه جيده وكميات كبيره، محتواها من البروتين والدسم بيكون عالي جدا. فلا تستغرب لما تلاقي 4.8% دسم و4.6 3.6% بروتين. لا يعني في المزارع الكبيره نادرا ما تحصلها، لكن لو رحت على قرى اربد اللي عنده بقره وبقرتين وعلفه اكثر على الرفج، معتمد على الرفج، بتلاقي هاي النسب، الدسم بتلاقيها هاي النسب. طيب هاي في زياده وزنيه، كيلو ونص في اليوم، شو رايكم نحلها مع بعض؟ نروح على الاكسل ونحلها. نقول هون شير، نيو شير، بنقول روح على الاكسل. وين الاكسل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ما اتوقع هاي الاكسل. شير، بنروح على الورك شيت. شباب الوزن كم؟ 500، حطوا لو سمحتوا او 500. الجدول 5-5-1، بنروح على الجدول 5-1. الجدول 5-1 هاي يوم كبرها عشان تشوفوها. ال 500 بدها 54 ميجا جول. حاول نزغر كمان مره عشان نرجعها على مكانها. إذا بنرجع هون بنقول 54 ميجا جول، 54. النشاط بتمشي 2 كيلو في اليوم، 2 كيلو في أرض مستوية، عفوا هي 1 كيلو بي 1 ميجا جول لكل كيلو، لأنها أرض مستوية. لو ارض غير مستويه شو بنحط؟ 5،
لأنها أرض مستوية 1 كيلو، فهي 1 كيلو ضرب 1، لأنه كل كيلو بتقطع مشي بدها 1 كيلو. عفوا أنا غلطان، 2 كيلو مشي، هي ماشي 2 كيلو، معلش. إذا 54 من الجدول 5.1 ميجا جول للبقرة الوزنة للإدامة، ماشي 2 كيلو، كل كيلو بواحد ميجا جول، 2 ميجا جول، الحمل 7 أشهر. نشوف احتياجات الحمل قديش يا شباب من الجدول 5.2، بروح الجدول 5.2. احتياجات الحمل، هاي احتياجات ال... وين احتياجات الحمل؟ هاي احتياجات الحمل، بتجيبها هون. الشهر السابع بدها 10 ميجا جول. أرجو أن تكون واضحة عندكم الصورة. بدها 10 ميجا جول، أحسنت يا محفوظ، 10 ميجا جول، بنروح بنحط 10 ميجا جول. طيب الحليب تنتج 13، الدسم كم؟ 4.8، البروتين 3.6. أرجو أن أكون أنا قلت المعلومات صحيحة. خلينا نشوف من الجدول 5.3 كيف نطلع المعلومات. بنروح على الجدول يا اخوان 5.3، هي 5.3. الدسم 4.8، هي 4.8، هي 4.8، والبروتين 3.6، وهي 3.6، 3.6 تقاطع 3.6 مع 4.8 كم؟ 6 ميجا جول. إذا بنرجع لورقة العمل، بنقول هون 13 لتر حليب اللي هو هاي، في كل لتر بده 6 ميجا جول، صفي يساوي 13 ضرب 6 ويساوي كم؟ 78. طيب هاي زيادة وزنية قديش في اليوم؟ كيلو ونص. كيلو ونص في الكيلو ونص في الشهر السابع بيكون في الليت لاكتيشن من الجدول 5.5. شوف وين صار جدول 5.5. زادت كيلو ونص، كيلو ونص كل كيلو ونص في اليوم في الليت لاكتيشن، كل كيلو بدها 44 ميجا جول. بنروح على ورقة العمل، كيلو ونص في 44 ميجا جول، لأنه في مرحلة الليت لاكتيشن، تساوي 66. هل المجموع صحيح؟ تنشوفه بالله، يساوي 54 زائد 2 زائد 10 زائد 78 زائد 66، 210. بشوف الله الحل عندنا صحيح زي ما عملنا غادي احنا في ال زي ما حلينه في السؤال في ال هاي. شوف نرجع للشات عندنا شو شير 210. اذا الحل ايش؟ صحيح. يا اخوان شفتوا هذا المثال، بدي رجاء تحاولوا اكبر قدر ممكن تحلوا هذا السؤال، لانه مهم جدا، يعطينا فكره كيف احنا نتابع احتياجات البقرة. شفنا هون 500 من الجدول 54 إضافة 1 ميجا جول طاقة أيضية لكل كيلومتر مشت 2 كيلومتر 2 ميجا جول. احتياجات الحمل يساوي 10، لأنه بالشهر السابع من هذا الجدول. احتياجات إنتاج 13 لتر 4.8 و3.6 طلعناها 6 ميجا جول لكل لتر حليب. زيادة في الوزن، زيادة في الوزن 1.5، 1.5 في 44 يساوي 66 ميجا جول، جمعناهم كلهم طلع 210 ميجا جول. أنا هاي الحكي كله حطيته في الورك شيت. هذا الورك شيت بيساعدك إنه أنت ما تنساش شيء، ما تنساش نقطة، لأنه بتتبع لك نقطة وراء. شباب رجاء، انا ما بهمني اعطي كم، بهمني اعطي نوع. اللي شاعر حاله مش فاهم ما يخجل يسال، وان شاء الله احنا حتى لو اخذنا وقت اكثر ما في مشكله. جايينها كيفيه تامين احتياجات من العلف، جايينها جايينها.
عبود انت مستعجل يا ابني، دائما استنى شوي والله غير اجيب لك اياها. عليك السلامة. احتياجات البروتين، يعتمد احتياج البروتين يا اخوان على حجم البقرة وانتاج حليبها ومرحلة الحمل، ومع ذلك فانه انتاج الحليب وهو له التأثير الاكبر على احتياجات البقرة من البروتين. الجدول 5-6 بوضح الاحتياجات. يعني في الايرلي لاكتيشن البقره لازم تكون 16-18% بروتين. بدي تجاوبوني على سؤال، 16-18% بروتين المركز ولا التي ام ار اللي التوتال ميكس راشن او العليقه بشكل عام؟ راح نعطيكم، ما تستعجلوا، راح نعطيكم باخوان برنامج اكسل، وراح نعطي باكسل برنامج الاغنام والابقار بالتي ام ار. احسنتم. اذا اتفقنا انه مش المركز اعمل 18، بجوز المركز احتاج ل 20 او 19% او 21 الله اعلم حسب الرفج اللي انا بحطه. التي ام ار بشكل عام بعد ما اخلط الاعشاب او الحشائش او الفرج او الرفج مع المركب الكونسنتريت الشعير والذره والخالي، سواء كانت كلها على حده او كلها مخلوطه في خلطه واحده، لازم يطلع يكون في الاير لاكتيشن 16-18%. في الميد لاكتيشن 14-16%، وفي الليت لاكتيشن 12-14%، وفي الدراي بيريود 10-12%. عشان هيك يا اخوان بنصح يكون عندك اربع خلطات او ثلاث خلطات علفيه في 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 المزرعه. ما بصير انا اعلف كل البقر 16-18%، راح تكون مكلفه جدا، ممكن تسبب لك خساره. يا اخوان اذا علفت اربع خلطات، اذا عملت اربع خلطات وقدرت اعمل اداره جيده لاني اعلف اربع خلطات بشكل مناسب، انا راح انزل كميه كبيره من كلفه العلف. محمد سال معلش، هو البروتين اكثر الميكروبي البروتين 60% من البروتين، وعشان البروتين ميكروبات الكرش تشتغل بشكل جيد بحاجه للبروتين، احنا حكيناها بحاجه للطاقه حتى تقدر تخلق البروتين وتعمل ميكروبيا البروتين. كلاهما مرتبطين في بعض، لهم علاقه في بعض، احتياجات الطاقه واحتياجات البروتين. لكن الفرق انه البقره اذا اخذت احتياجاتها من الطاقه خلص بتبطل الاستهلاك، لم تشبع طاقه، واذا ما شبع الطاقة بظلها تأكل، ممكن تستهلك زيادة عن حاجتها من البروتين. اللي محدد كمية الاستهلاك هو الطاقة وليس البروتين، اللي محدد كمية الاستهلاك، لكن الحيوان بحاجة للبروتين والطاقة في نفس الوقت. زي ما حكينا هون انه البروتينات الكرش او البروتين الميكروبي له قدرة على انتاج لحد كمية معينة. وجدوا في حيوانات المرعى، في حيوانات اللي بترعى في الطبيعه، انه الكرش ممكن يعطيك حليب لغايه 12 لتر بدون مشاكل، 12 لتر، بس بعد 12 لتر لازم انت تعمل مكملات. المكملات هاي، انا المكملات لاحظوا مش اضافات العلفيه بس، المكملات اللي هي تبلش تعطي علف مركز، تبلش ممكن مكملات تكون شعير لحاله، ممكن تكون ذره لحاله، ممكن تكون صويا لحالها، لكن كميكس دائما كميكس بتحط المكملات كعلف مركز كميكس يحتوي على المعادن والفيتامينات والبريمكسات كلها بالاضافه الى الطاقه والبروتين، حتى اذا حتى تنتج اكثر من 12 لتر. عشان هيك كل ما زاد الانتاج بدك طاقه اعلى وبروتين اعلى. تحتاج الأبقار إلى كمية من الأعلاف للتأكد يعمل بشكل جديد. لاحظوا هنا الألياف يا أخوان، الألياف هاي بحاجة ل 30% NDF و 19% ل 21% ADF. هذا يا أخوان يعني صراحة بلزمك نوعية عالية من العلف حتى تحصل على هاي المحتويات، وبحاجة لنوعية جودة عالية من العلف من البرسيم، لازم تكون جودته عالية جدا وحتى تحصل على NDF 30.
او حتى تحصل على اسد درجه فايبر من 19 ل 21. وهذا الحكي امبارح المهندس الله يجزيه الخير واكب جرادات سال سؤال انه انا يعني جبت نوعيتين من البرسيم، واحد يمكن 19% امريكي وواحد من جنوب افريقيا بروتينه 21%. لما اعطيت ال 21% الناس شكت انه نزل الحليب. اي نعم نشكت لانه نزل الحليب لانه الان دي اف عنده عالي. فانت لما تعمل بنصحكم نصيحه شباب، لما تغيروا الرفج عندك ويجي تعمل يتغير الرفج بدك تحلل وتعمل ريفورميليشن لخلطتك، بدك تعمل اعاده تقييم لخلطتك. ما بصير خلص البرسيم واحد كل برايي كل شحنة علف سواء برسيمة أو سواء علف مركز أو أي شيء أو علف بلد لازم يجي معاه تحليل. بتهيألي إنه اللي بيستورد، معلش محترامي لكل الإخوان، اللي بيستورد آلاف الأطنان من البرسيم قادر يبعث معاه يحلل، يأخذ عينة ويحللها ويرفقها مع تحليله للمزارعين، قديش فيها بروتين، قديش فيها طاقة، أهم شيء قديش فيها طاقة وبروتين وان دي اف واي دي اف، عشان ما يوقع في مشكلة انه انت برسيمك مش كويس. لا يا عمي انا برسيمي كويس وممتاز، لكن الان دي اف تبعه شوي عالي، اذا انت حتى توطيها بتقلل كميته، بتزيد من المكملات حتى تحافظ على 30% ان دي اف و19% اسيد ديتيرشن فايبر ان دي اف اي دي اف. نقول بسم الله. العلائق لازم نفهم شو احنا، العلائق منخفضة الالياف، عالية العلائق الهاي فرمنتد كربوهيدرات ممكن تسبب انه الكرش يتحول لاسيد حامض، والحموضة اذا زادت عن حدها ممكن تنتقل للدم ويصير تسمم حموضة في الدم ويعمل تسمم ويؤدي الى النفوذ. وجود البفر بهاي الحالات، إذا أنا بعطي مركز للأبقار أكثر من 5 كيلو في اليوم مركز حبوب، يجب أن أضيف البفر. البفر مش بس بايكربونات الصوديوم، في أنواع كثيرة من البفر. أنا بوجهة نظري بايكربونات الصوديوم يعني جيد لا بأس فيه، ممكن تضيفه فيه، لكن لازم تضيف شغلات يكون ميكس بفر، يكون عندك ميكس بفر من كذا مجموعة بعطيك نتائج أحسن. اي واحد بيعرض عليك بفر بقول لك انا عندي بفر فلاني جيد وممتاز، مش غلط انك تطلع على تركيبته وتعرف تركيبته وتعرف تاثيراته ووضعه. احنا اجمالا معروف عندنا البفر انه هو البيكربونات الصوديوم منتشر بشكل كبير وسهل ومتوفر، لكن بدك تفهم شغله واحده، انه انت اضفت بفر لا يعني انك تقدر تستغني على الالياف. انت بتضيف بفر وبدك تحط الياف. هسه متى انا بحط الحد الادنى من الالياف؟ أنا بحط الحد الأدنى من الألياف في مرحلة الفريش كاو وبحط معها بفر. ليش؟ لأنه أنا بدي إنتاج، كمان إنتاج يكون عندي عالي، بدي إنتاج يكون عالي. كل ما كان الإنتاج عالي الألياف نحكي الفرج الرفج الأعشاب إنتاجها للعلف زي ما قلنا أكثر كمية حليب بقدر يعطيك إياها 12 لتر حليب، وبالتالي يجب أنه نفكر بهذا الأسلوب هاي الطريقة. بصيرش أظلني أنا أعلف فترة طويلة لو فايبر دايت، ما بصير. ليش؟ لأنه ممكن مع الزمن يصير حموضة واسيدوس في الكرش. شوف نتائجها. الفيتامينات والمعادن، شوف أنا والله ما بقلك فيها كثير فيتامينات والمعادن، لسبب لأنه في عندنا كثير دورمكسات وإضافات بنضيفها. إذا في عندنا نقص مجرد ما ضفنا بريمكس، مهم جدا إنه أعرف شو نقص عندي من الفيتامينات والمعادن عشان أقدر أختار البريمكس الصحيح. مش أي بريمكس بالسوق أو أرخص بريمكس أو أبصر كذا أروح أشتريه وأجيبه، لا، أنا بحدد شو عندي نقص. عندي نقص فيتامين A مثلا فرضا، بجيب بريمكس يحتوي على كمية مناسبة من فيتامين A. عندي نقص في الحديد، ما بروح أجيب إشي فيه مناسب كمية مناسبة للحديد وبدور. عشان هيك في البريمكسات يجب أن تنظر إلى النقص اللي بدك إياه، اللي بدك تسده، النقص اللي أنت بحاجته بسده. مش أي بريمكس أشتريه وأضيفه كويس ممتاز، لا، لازم أعرف شو عندي نقص وأضيفه. بدك تأخذه بعين الاعتبار، بدك تأخذه بعين الاعتبار إنه
ازياء المعادن بالذات السيفتي رينج بالفيتامين عالي جدا، خصوصا فيتامين اي رينج عالي، السيفتي مارجن عالي كثير، ما بخاف منه يصير عندي تسمم صراحه فيتامين اي. لكن المعادن لا، في خطوره، اذا زاد عن حدها ممكن يعمل تسمم، او اذا صار رياكشن بيناتهم ممكن واحد يلغي مفعول الثاني ويعمل نقص فيه، يعني ممكن يعمل نقص فيه. اتوقع الحديد والنحاس، انا في اذا في وقت بجيب لكم محاضره كامله عن هذا الموضوع. الحديد والنحاس يمكن واحد منهم ببطل عمل الثاني، وفي نسب معينه اذا عندك زياده في عنصر معين لازم تزيد المعدن الثاني بهاي الكميه حتى ما ياثروا على بعض. هذا بالنسبه للفيتامينات والمعادن، وهذا اللي بهمنا بالنسبه للمعادن والفيتامينات. اللي طبعا في هسه بالسوق شيء اسمه باي باس او لا تشليتد فيتامين، تشليتد بيكون مرتبط، هذا التشليتد بيكون مرتبط على حامض اميني او مرتبط على اي شيء حتى يساعد، يعني حتى يساعد على الاستفاده القصوى منه وما يتعرض ل ديجنريشن، اعاده تحطم في الكرش. انا التشليتد انا بحبها هاي كثير، لكن بتنتبهوا انه التشليتد فيتامين غالي جدا، واحيانا لو تطلعت في معظم اللي بالسوق بيعملوا تشليتد لايش، لعنصر او عنصرين او فيتامين او فيتامينات اثنين او مثلا زنك وكذا لواحد، والباقي ما بيكون تشليتد، لانه بيعملوا لكل مينرال تشليتد راح يكون مكلف جدا. هو زي ما حكينا انه السيفتي مارجن للفيتامينات ما في منها خوف، الخوف من الزياده الوزنيه. نيجي لفيتامين اي، حاجه البقره في يوميا الى 100,000 وحده دوليه فيتامين اي. بالنسبه للبقر اللي بوكل اخضر ما يعني صعب يصير، البوكل الحشائش خضراء صعب يصير انه في نقص فيتامين اي، لانه يخزن على شكل بيتا كاروتين في الكبد لمده شهور، وبالتالي بعد 6 شهور بتبلش يتحلل يتحول الى فيتامين اي. لكن هذا لا يعني انه انا اذا طعميت اليوم اخضر بعد 6 شهور ممكن استفيد، وبالتالي لازم اركز، لا اقول انا بطعمي اخضر كثير، لازم كمان ما تهمل هاي النقطه. كالسيوم والفوسفور يا اخوان لازم نكون دائما على 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 لا نسبه الكالسيوم للفوسفور لازم تكون 2:1، لكن لو كانت في يعني 2:1 ما هي مش قران كريم، شغلنا يا زملائي مهندسين مش قران كريم، احنا بنشتغل في علم، القران الكريم لا يتغير ثابت من عند الله، لكن هذا علم من عند البشر، كل يوم بيطلع شيء جديد وكل يوم بيطلع تطور جديد. 2:1 لازم تكون 2:1، بس كانت يعني 2 كالسيوم 1 فوسفور، لو كانت 1.5:1 انا بقبلها، لو كانت 1.2:1 كمان مقبوله. ليش؟ نسبه الكالسيوم والفوسفور مع بعض ليش؟ لانه الكالسيوم والفوسفور هي نفس الحوامل اللي بترتبط في الكالسيوم، هي نفسها بترتبط الفوسفور بتسبب انتقاله للدم، هي نفس الروابط. فاذا كانت الشيء زياده عن شيء بالنسب راح يكون على حساب العنصر الاخر. ارجو انه يكون كلامي واضح. شباب انا باكد اذا احيانا انا بمشي بالكلام، اذا لاحظتوا انه في عندي مشكله راجعوا وانا بعيد، ما عندي مشكله. فيتامين ها للاداء التناسلي مهم جدا، وصراحة هاي الشغلات ما راح ادخل فيها لانه امور نظريه، كمان انتم ممكن تحصلوا عليها من اي مكان اخر. هاي كمان ما راح اتعرض لها، مصادر كل معدن وكل فيتامين مصادر وين موجوده وين كذا نتجاوزها. هذا موضوع مهم جدا، كيف تتغير متطلبات العلف اثناء موسم الانتاج؟ بقرة في بداية الموسم قد تبلش في 15 في المرحلة الأولى 15 لتر ترتفع إلى 25 بعد 6 أسابيع. طبعا الأرقام هاي أرقام يعني نحكي متواضعة، لأنه حاليا الأبقار
في هاي المرحلة بتوصل 40 بتوصل 50 لتر إذا كانت إدارتك جيدة. كانت عندنا أبقار تحلب 70 لتر، وكانت أبقار تحلب 60 لتر، وأبقار تحلب 50 لتر، وال40 وال45 وال40 وال50 كانت اعتيادية جدا، كنا نشوفها عادي جدا، وكنا نشوف أبقار متميزة تنتج بال60 وال70 لتر يوميا. لكن هاي احنا بس للأمور التوضيحية. طبعا بتوصل في البيك مثلا ل 25 بتعود تنزل، في نهايه الانتاج قد تصل الى 10 لترات او اكثر او اقل. طيب انا عملت هذا الشارت، بدنا نشوف شو بصير في المرحله. واضح الشارت هذا شباب؟ هاي تحت زي ما انتم شايفين اسابيع، الاسبوع الاول، الاسبوع الرابع، الاسبوع الثامن، الاسبوع 12 و16 و 20. المرحله الاولى فيز 1، مرحلة قمة الإنتاج أو بيقولوا لها نيجاتيف إنرجي بالانس. المرحلة الثانية بيك دراي ماتر، أكبر كمية دراي ماتر، يعني بتقدر تاكل دراي ماتر. الثالثة اللي هي ليت لاكتيشن. طيب نشوف بالنسبة للإنتاج الحليب في هاي المرحلة. في المرحلة هاي إنتاج الحليب بيطلع لما يوصل البيك. البيك ممكن يوصله بعد البيك، يعني لما بيقدر يوصلوا، ممكن يوصلوا بعد 4 اسابيع، ممكن يوصلوا بعد 8 اسابيع، ممكن يوصلوا بعد اسبوعين. لا يعني انه البيك لشهرين، لا، ممكن في ابقار بسرعه بتوصل للبيك خلال اسبوعين وصلت انتاجها. وظيفتنا في هاي المرحله انه نحافظ على الانتاج. طيب يا اخوان، في هاي المرحله انتاج عالي، الدسم عالي، الدسم عالي بينزل، ببلش ينزل، والبروتين ببلش ينزل، رح نتعرض لها في بعدين. بس هون طلعوا هون الدراي ماتر انتيك بكون قليل في البدايه، بعدين ببلش يزيد. مع زياده الدراي ماتر انتيك بزيد الحليب، مع زياده الدراي ماتر انتيك بزيد الحليب. البادي كونديشن سكور قلنا لازم 3.5 ل 75، ببلش ينزل. ليش بنزل بهاي المرحله؟ مين بيجاوبني ليش بنزل؟ ليش بهاي المرحلة بنزل؟ جاوبونا شباب. لاحظوا في المرحلة هاي اللي هي نيجاتيف انرجي بالانس، الوزن بنزل. ليش بنزل؟ لأنه ايش؟ الانتاج بزيد. لاحظوا الانتاج بزيد، الدراي ماتر انتيك، القدرة على تناول العلف ايش؟ قليلة. اذا من وين بدي بلش ياكل؟ بدي تبلش تتحرر الطاقة من الدهن المخزن في الجسم. شفتوا أهمية انه يكون الجسم body condition score 3.5 او 3.75 عند الولادة، لانه كمية العلف المتناولة قليلة، إنتاج عالي، قدرته على تناول أقل، إذا بحاجة لطاقة، هاي الطاقة بأخذها من الجسم. طب السؤال، أنا حتى أحافظ على البقرة تظلها في البيك وأحافظ على إنتاجها لأكبر كمية ممكنة لأكبر فترة، طبعا هون نازل، أنا لو أنا هيك بخليه ثابت، كل ما كان ثابت كل ما كان أحسن، كل ما كان النزول أبطأ كل ما دلالة على إدارتك الأفضل. شو الحل بالمرحلة هاي يا إخوان حتى نتجنب فقد الوزن الكبير؟ لأنه ممكن فقد الوزن الكبير يؤدي يعمل كيتوسيس. طيب هون غانم بقول بحاول أعمل درجة اكتناز قبل، صحيح بحاول أعمل درجة اكتناز قبل. في عندك هون بضيف بروبالين جلايكول، إذا بضيف مصادر طاقة، بروبالين جلايكول او جليسرين، اي نعم. تركيز، احسنت، تركيز زياده شوي شوي، بالله تركيز زياده الخلطه العلفيه من الطاقه، احسنتوا. اذا حكينا بدي احاول اول شغله ازيد الطاقه من خلال اضافه من خلال الجلوكوز. على فكره حمزه الدكستروز الجلوكوز محمي باودر، انا مر علي مره واحده في الهاي وبعدها ما اجى، بعرف
اذا رجع الاردن يجي، اجى بالفتره القديمه يعني اواخر التسعينات، اجت اواسط التسعينات اجى ديكستروز جلوكوز او ديكستروز محمي باودر رائع جدا في هاي المرحله. لكن هسه خلينا نحكي، خلينا على اللي متوفر حاليا باسواق الاردن اللي بعرفه انه بروبالين جلايكول متوفر، واذا موجود كمان ممتاز جدا يا شباب، هذا ممتاز جدا. لكن لازم تنتبهوا الى نقطه مهمه جدا، انه هاي فيرمنتد كربوهيدرات ما بصير اكبه، لا ممكن يكون نتائج عكسيه، يعني لازم استخدمه بحذر. اذا بهاي المرحله اكتفينا شباب تعليقات، الله يعطيكم الصحه والعافيه. خلينا نكمل بهاي المرحله، يجب حتى انا احافظ على هاي البقره، يجب اول شغله اني انا اخليها تقدر تاكل اكبر كميه ممكنه من العلف، حتى اخليها تاكل اكبر كميه ممكن من العلف. اذا لا يجب اول نقطه قبل ما افكر باي اضافه او اي مكمل غذائي، احط هاي كواليتي فورج، نوعيه اعلاف خشنه عاليه ممتازه جدا، ونوعيه ممتازه جدا وسهله الهضم. اذا سهله الهضم، كيف بدي اطلع سهله الهضم يا شباب؟ كيف بدي اعرف انه هاي سهله الهضم؟ بروح بطلع على الان دي اف تبعها. الان دي اف لما يكون بالنسبه للبرسيم بال 35 بكون اذا قدر المهندس واكد يقول لي هاي بروتيد ان دي اف 35 في الـ في الـ في الـ في البرسيم، معنا الامور ممتازه جدا. طب هاي اول نقطه. النقطه الثانيه، بدي احط المينيمم من الفورج المسموح لي، اقل كميه ممكن مسموح لي، ما اتجاوز ما انزل اكثر، احنا قلنا 40 60 اذا بتتذكروا، احط المينيمم اقل كميه ممكن احطها من الفورج. لاحظوا ما بحط رفج بهاي المرحله، احنا قلنا الرفج اللي هو لو كواليتي، الفورج لو كواليتي يعني الاعشاب او العلف الخشن النوعيه الرديئه هو فورج رفج، والفورج الهاي كواليتي اللي هو زي البرسيم. طيب المرحله هاي بدنا نحط هاي كواليتي فورج، اقل يعني المينيمم بدنا يا المينيمم والماكسيمم مركز، الماكسيمم مركز، هاي اول نقطه. النقطه الثانيه في هاي المرحله، رجاء هذا اخوان انا بالنسبه لي هام جدا حتى تعرفوا المراحل اللي بتمر فيها البقرة حتى تنجح تغذويا فيها. لما نيجي نعمل المرحلة الثانية بدي أدور على مصادر طاقة أخرى. شو مصادر الطاقة الأخرى؟ زي ما قالوا الشباب، روبالين جلايكول، جليسرول، دكستروز أو جلوكوز باودر بدي أضيف. طيب السؤال مثلا روبالين جلايكول، مين أفضل أضيفه مرة واحدة في الخلطة مرة واحدة، ولا يعني مثلا بتكون كمية بسيطة عادة اضافتها؟ لما نضيف الكمية اضيفها مرة واحدة باليوم، ولا اضيفها ثلاث وجبات؟ انا بقول لا، اضيفها خلال ثلاث وجبات، لانه قلنا البروبين جليكول والسكريات بسرعة مجرد ما دخلت بسرعة بنهضم، عشان هيك انا بعطي في بسرعة بتخمر بنهضم، عشان هيك لازم اعطي الكمية على ثلاث وجبات افضل مني انا اعطيها بوجبة واحدة. طيب حكينا بنضيف مزيد الطاقه، كمان احد اسباب زياده الطاقه الشيء هي كمان الدهون، بحط فيه المحمي. فول فات اي نوعيه بتكون جيده انت بتقررها، ما في مشكله، لكن بدنا ننتبه للدهون، نهتم للكميه، نلتزم بالكميه ونلتزم نلتزم بالكميه ونلتزم بالنسبه اللي حكينا فيها. والفول فات لما واحد يقول لك ضيف 1 2 4 5%، لا تنسى لما تحسب ضيف اضافه دهون او زيوت او شحوم او اللي بدك اياه، انك تحسب الدهون موجوده طبيعيا في العليقه وبتبني عليها، موجود 2.5% بدي اياها 3 بزيد نص، بدي اياها 3.5 بزيد 3.5 وهكذا. وحكينا شرحنا بما فيه الكفايه بهاي الحكي. منكهات ممكن نزيد الباليتابيليتي للعلف، نخلي الحيوان عنده الرغبه ياكل اكثر. هو الحيوان يا اخوان في المرحله هاي يعني لكونه طالع من ولاده جديد، مناعته منخفضه، بتكون بكون تعبان، ف
فاستهلاكه للاكل قليل. في نقطه مهمه جدا يا في نقطه مهمه جدا هون اداريه بدكم تنتبهوا لها في المرحله هاي. الجنين مع السوائل اللي فيه وزنه 50 كيلو 40 كيلو وزن الجنين 40 ل 45 كيلو مع السوائل قد تصل الى 120 لتر سوائل تكون ضغطه اساسا في الكرش. ضغطه على الكرش ومصغره مساحته. ف لما ينزل الجنين تنزل السوائل بصير فراغ. إذا أسأت المعاملة في هاي المرحلة رح يصير عندك انقلاب أو التواء معدة رابعة أو انقلاب معدة رابعة. إذا شو نعمل؟ لازم إحنا الأكل خصوصا أنا بفضل الـ TMR يكون متوفر على طول ما تفضى، يعني المعلف ما يفضى، يعني يكون 24 ساعة موجود آد لب. البقرة وقت ما بدها تأكل تروح تأكل. لازم يكون الأكل متوفر في المعلف. ويا أخوان ترى البقر دائما والحيوانات مش بس الأبقار وحتى الأغنام بتحب الأكل الفريش، مش تحطه الصبح عشان تريح حالك أو العامل يرتاح، بتحطه الصبح ترجع له لتاني يوم الصبح أو تغيب عنه من الصبح للمساء، بصير البقرة ما لها رغبة فيه. إذا أنت بتكاش تعلف لازم بين فترة وفترة تقلب العلف حتى تشجع البقر على النتيجة للمعلف وتأكل كمية أكبر. كمان في ناس شو بتسوي؟ في ناس بس بتمرر ماكينة اللي عنده ميكسر وعنده TMR وعنده كذا، بس بمررها من عند قدام البقر وليه؟ عشان البقر بسمع صوت الماكينة يفكر إنه في علف فبيطلع يأكل من المعلف، بيساعده على العلف. لكن إحنا بنشتغل صح، بدنا نشتغل صح انه بنعلف على الاقل ثلاث وجبات في هالمرحله والعلف لازم يكون متوفر. التكلفه لها دور، التكلفه يا اخوان قوم بهاي المرحله لا تسالوش عن تكلفه. بهاي المرحله لا تسالوش عن تكلفه، لانه اصلا البقره بتغطي تكلفتها وزياده. اللي بتعطيك 42 لتر يا شباب واللي بتعطيك 30 لتر شوف قديش سعرها بالحليب. لا تسأل عن تكلفة، مش بس هاي لأنها بتعطيك تكلفة وزيادة، لأنه أنت بتأسس البقرة صحيح لطول الموسم كمان. إذا يا شباب زيادة واحد لتر حليب في هذا واحد لتر في هاي المرحلة يعني زيادة 220 لتر في الموسم في 350 يوم. شو معنى كلامي؟ معنى كلامي إذا البقرة بتحلب 20 وأنا نتيجة حسن الإدارة خليت أزيدها 21، أنا ما زدت الكيلو، أنا زدت 220، ما زدت لتر، زدت 220 لتر في الموسم. وإذا زدتها 2 لتر صارت 440 وهكذا. إذا لا تستهين، لا تستهين في الليتر، زيادة الليتر حليب والنص لتر حليب في هاي الموسم. والعكس صحيح، نقصان واحد لتر نقصان 220 لتر في الموسم. إذا هي هاي المرحلة مرحلة أساسية ومهمة. قلنا بنعطي هاي كواليتي فورج، نعطي المينيمم وبنعطي بنضيف الإضافات العلفية كلها. بدك تضيف مثيونين، بدك تضيف بروبالين جليكول ودهون وإلى غيره. طب أنا شو يا أخوان شو المؤشر هون على أدائي الصحيح ولا مش أدائي الصحيح؟ المؤشر على الأداء الصحيح هون أول شيء بتطلع على الروث، على الزبل تبع الأبقار، مش لازم يكون رخو، مش لازم يكون رخو، ما يكون شديد لكن ما يكون رخو، يعني بمعنى آخر ما يكون فارد. لما البقرة بتتروث ما يكون فارد، لوزي يسموه لوزي، ما يكون هذا، بيكون خطر وبدلك أنك أنت ماشي مش صحيح. وما يكون ناشف، ناشف وجاف وكذا وكذا، لا بيكون دلالة على أنه كمان انه انت تغذويا ماشي بالتربيه باللحظه هاي مش صحيح. لانه المؤشر الاساسي عندي بهاي النقطه طلع اول شيء نظريا، لانه انا كمان يعني نظريا الروث يكون ما يكون رخو، يكون وسط لو كان طري ما في مشكله بس ما يكون رخو. الشغله الثانيه قدرته على تناول العلف،
قدرته على تناول الرفش كل ما زاد الدراي ماتيريال انتيك كل ما كان افضل. انا في نقطه واحده هون بدي اقولها، انه زياده اخوان هون زياده التدريجيه في العلف المركز لازم يكون بطيئه. يعني بمعنى اخر في الدراي بيريود اذا كان ياخذ، اذا كنت تعطيه في مرحله الجفاف 8 كيلو او 6 كيلو علف او 5 كيلو علف، بدك تبلش هون ب 5 كيلو علف كل يوم، تزيد نص كيلو علف حتى تصل الماكسيمم انتيك لها في بعد ال 14 يوم من الولاده. يعني لو زدت نص كيلو ونص كيلو ونص كيلو ب 14 يوم 7 كيلو، كانت تاكل 8 كيلو هي 15، او كانت تاكل 7 كيلو هي 14 كيلو من المركز. واضح؟ اما ما بصير انا بقدر تاكل 8 كيلو اروح احط لها على طول 15 كيلو في اليوم، ارفعها ل 15 كيلو، لا هذا ممكن يعملنا اسيدوسز، ممكن يعملنا مشاكل احنا نكون في غنى عنها. طيب واضحه هاي؟ واضحه؟ انتقل للمرحله الثانيه. تمام. المرحله الثانيه طبعا تفضل. الساعه 9 بتحب تاخذ هيك 5 دقائق 10 دقائق بريك؟ انا حابب اخلص هاي وبعدها بناخذ راحه. تمام عشان تمام. احنا خلينا لو نخلص المهندس هاي البرقبه وناخذ الاسئله وخلصنا، احنا 9 ونص اصلا. احنا بدنا نزيد شوي مهندس عشان احنا امبارح ما جيتش، عشان انا امبارح ما جيتش. مثل ما بدك مهندس، ما عندنا مشكله. الا اذا الشباب إذا يعني انا بهمني كمان ان اوصل المعلومه، الا اذا المهندسين شافوا انه يستريحوا ما في مشكله. طيب ال 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 النقطه الثانيه، المرحله الثانيه، حكينا المرحله الاولى بيقولوا لها نيجاتيف انرجي بالانس. نيجاتيف انرجي بالانس ليش نيجاتيف انرجي بالانس؟ الانتاج العالي من الحليب لا يعني مهما اكلت ما راح يفي بالانتاج، مهما اكلت ما راح يكفي متطلبات البقره في هذه المرحله. عشان هيك بقول نيجاتيف انرجي بالانس، بصير فقد وزن، والفقد الوزن يتم تعويضه من خلال الدهون بالجسم. طب المرحله الثانيه بيك دراي ماتر يا اخوان، بالمرحله الثانيه اللي هي من تقريبا من 10 ل 20 اسبوع، البقره بهاي المرحله بصير الاكل اللي تاكله يكفي انتاجها، بصير مرحلة توازن، الأكل اللي بتاكله الطاقة والمحتويات والعناصر بكفي إنتاجها. من هون نبدأ، من هون بنقول بهاي المرحلة أنا بهمني أحافظ على الإنتاج، نزول ما ينزل يعني، أو نزول يكون بطيء نزول، هاي بسموها المثابرة في الحليب. لأنه إذا أنت قدرت تحافظ على الإنتاج لفترة أطول عالي بيكون الوضع ممتاز. هون بحافظ على نوعية العلف، بحافظ على ممكن اقلل يعني اقلل من باقي الاضافات، لكن بحافظ على نوعيه العلف وعجوده العلف. المرحله الثالثه وهي مرحله الليت لاكتيشن او فيز 3، بصير عندك الدراي ماتر انتيك بزيد، وبصير يتحول، لاحظوا بالمرحله هاي وزن الجسم والدهن بصير يزيد، وبالتالي والدهن في الحليب كمان بصير يزيد، وفي البروتين بصير يزيد. ولو شفنا هون الدراي ماتر عالي بيكون، والزياده الوزنيه بتبلش البقره ترجع. في هاي المرحله يا اخوان لاحظوا اللي حكينا عليه، عشان احنا ما ندخل في مرحله، في المرحله هاي للمرحله هاي بدك تحسب حسابك، تكون البادي كونديشن سكور عندك 3.5 هون. فانت في المرحله هاي تيجي بتقدر قديش البادي كونديشن سكور لقطيعك، وبتقرر الزياده الوزنيه خلال قديش لازم تكون كل يوم حتى توصل لهون لثلاثة ونص. ما بصير انت تصحى في نص او في اخر مرحلة، في اخر المرحلة تقول اوه بدي ارفع الكذا، لانه قد لا تصل وقد يكون صعب عليك توصل لثلاثة ونص مرحلة في هاي المرحلة. هون انا بطلع بيجي هون بطلع، بصيرش اعطي يعني انا اقتصاديا بصير اطلع، فيش داعي اعطي هاي كواليتي فورج، بصير اعطي انه علاف خشنه اقل جوده من المراحل الاخرى. وهون بهم جدا انه عشان كمان اقلل التكلفه، لانه ممكن اوصل الاحتياجات بالوقت المناسب. هون طبعا اكيد هون ممكن يكون في حمل يا شباب، كمان هون بالمرحله ممكن يكون في حمل، هون البقره لازم تكون حامل، على الاغلب بتكون حامل، وبالتالي بدنا ندخل احتياجات، ان نبلش نحسب احتياجات الحمل وما الى ذلك. في المرحله هاي صراحه مرحله الدراي بيريود قلنا زياده وزنيه بيكون فيها اصعب من المرحله هاي، واحتياجات الطاقه لزياده الوزنيه بتكون اعلى من المرحله هاي. تقسم هاي المرحله يا اخوانا مرحلتين،
مرحلة الفار أوف اللي هي بعد التجفيف، والكلوز أب، الكلوز أب 21 يوم قبل الولادة. هاي بدك تبلش تدرجها على العلاقة اللي راح تتناولها فيما بعد، فيما بعد في مرحلة الفريش كاو، في المرحلة هاي تبلش تدرج نوعيا وليس كم، ليس كما، نوعا، أنا بقول نوعا وليس كما. بدك تصير تبلش تدخل ولو إشي بسيط من اللي بدك تستخدمه هون في هاي الخلطة، عشان تسمح للفلورا بالكرش إنها تتطور وتزيد، وبلش أعدادها تتكاثر، عشان لما تنتقل هون ما تأخذ وقت طويل. لأنه الفلورا إذا دخلت علف جديد أو مادة علفية جديدة بدها تقريبا أسبوعين حتى تتعود على العلف. فأنت بلش من هون ولو بكميات بسيطة حتى تكون هاي الفلورا اللي بتهضم هاي الأنواع من الأعلاف متوفرة. بأكد النوع وليس الكم، يعني أنا يعني نوع أدرج مش إني أزيد أو كذا، لا، النوع وليس الكم. في المرحلة هاي يا أخوان لازم أهتم لشغلة معينة، نسبة الكالسيوم لازم تكون قليلة، نسبة الكالسيوم راح تكون قليلة وبالتالي ما أزيدها. يعني إنه البقرة بتحتاج كالسيوم؟ لا، تحتاج كالسيوم، لكن لازم أخلي أنا تمثيل الكالسيوم في العظام شغال، لأنه إذا أخذت كامل احتياجاتها من الكالسيوم من خارج الجسم راح يصير خمول في مصادر الكالسيوم في العظام، وبالتالي لما تطلع برا وتعطيك كمية كبيرة من الحليب راح تشفط كامل الكالسيوم من الجسم، ويصير عندك ميلك فيفر ونقص كالسيوم. وهنا مهم جدا تهتم بنوعية ونسب الكالسيوم الموجود هون. الله يعطيكم العافية، خلصنا هاي المرحلة. وبعرفش يا باش مهندس، انت بتدير اللقاء وانا جاهز. الله يعطيك العافية مهندس. احنا يعني مش لأشي، احنا بدنا حتى يكون دائما نشاط موجود عند المهندسين، وما نخلق اي خلينا نحكي نوع من الروتين او ملل عندهم، فمش مشكلة، احنا بنعوض ان شاء الله لو شيء بسيط حسب بعدين حسب. انا زي ما سمعت في شباب بدها تحضر مباراة ايش، مش عارف، مباراة الطفيلة مع الكراك ولا كيف، مش مباريات، فبعرفش للأمانة. للأمانة أنا ما بعرف، بس هم قالوا في مباراة ما عاد مش هاي كاتبين ريال والليفر. كاتبين الشباب كمان. يلا خير وبركة، خير وبركة، تعالوا خير إن شاء الله. طيب هلا احنا كالعادة إن شاء الله اللي عنده أي سؤال أو استفسار يا ريت برفع اليد، وإن شاء الله احنا راح نبلش بالدور بإذن الله عز وجل. مبدئيا في المهندس غانم جاسر، تفضل أن ميوت، تفضل اعمل أن ميوت ما عندك. أنا أعمل، يعطيكم العافية. الله يعافيك باشمهندس، مشكور بداية المهندس، اليوم في زخم كثير، فعندي كم من سؤال حاول أن أكون سريع فيهم، بعرفش أسألهم كلهم وأنت تجاوب براحتك ولا كل سؤال؟ اسأل سؤال ورا سؤال، أسألهم وأنا بسجلهم عندي وبجاوبك عليهم إن شاء الله. ولا يهمك. نقطة أولى، للآن أنت بتحكي عن أبقار الحليب، راح تحكي عن التسمين؟ السؤال الثاني، أنت كنت تحكي أنه في الحمل في الخمس شهور الأولى بضيف 1 ميجا جول على كل شهر، فهل معنى ذلك في الشهر الخامس 5 ميجا جول ولا لا فعليا كل شهر بضل بعتبر أنه 1 ميجا جول؟ لأنه في المثال أنت ما وضحت هذا، أو ما كان في مثال بالخمس أشهر الأولى في الأمثلة اللي أنت حليت عليها. إن شاء الله، تفضل. السؤال الثالث، الدهن والبروتين الحليب في المرحلة اللي بصير ياخذ يعني من جسم البقرة اللي هي بالفترة اللي ما تأكل فيها كثير زي ما حكيت بالفريش، ممكن يقل؟ يعني قصدي إنه أنت بتحكي عن نسبة التحويل، مثلا عشان تعطي 2 لتر بضرف بروتين ودهن معين بتحتاج نسبة معينة. طب هل هي البقرة بنفسها عشان تحاول تعطي حليب أكثر بتعطي دهن أو بتقل الدهن والبروتين عندها عن المعتاد ولا لا بالعكس؟ واضح سؤال باشمهندس، تفضل. 100%، الله يسعدك. عندي كمان سؤال أخير، أنت حددت البروتين على الفترة اللي هو الميد، مثلا ميد لاكتيشن إير لاكتيشن وهكذا، ما بحتاج برضو أنظر في الموضوع في حالة نحكي إنه كان عالي الإنتاج أو متوسط أو كذا، ولا بس أنظر في الموضوع إنه يكون واضح سؤالك، يعني زي من واضح سؤالك إن شاء الله بنجاوبك. 100%، أشكرك. أولا بالنسبة للتسمين، إذا كان في وقت بنحكي بالتسمين، لكن التسمين موضوعه سهل جدا باشمهندس،
وما بده حاجة للتعقيد، خصوصا تسمين العجول أو الخراف. أنا دائما بقسمها لمرحلتين بالنسبة للعجول، بقسمها مرحلتين، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. المرحلة الأولى من الولادة لغاية، أو خلينا نقول ثلاث مراحل ما قبل الفطام، بده إدارة خاصة إنه تحط الستارتر له يكون بروتينه عالي. بعد ما تفطمه لغاية 300 كيلو بعد الفطام، ل 300 أو 350 كيلو بدك تحتوي على محتوى طاقة عالي ومحتوى بروتين عالي، لأنه بتحول للحوم. اللحم بحاجة، حتى الحاجة للبروتين اللي بكون اللحم البروتين، هاي البروتين سبحان الله. العضلات هي يعني العضلات بتزيد بالخلايا المايوفايبرز اللي فيها بتزيد في الحجم لما ينولد العجل، فيها عدد ثابت فهي بتزيد في الحجم مع الوقت. بينما الدهون، خلايا الدهنية بتزيد في الحجم والعدد، يعني بتزيد حجمها وبزيد عددها. من هذا المنطلق بنفهم هاي النقطة معينة. لما بعد 53، بعد 350 كيلو بصير زيادة وزنية بالنسبة للعجل مكلفة. ليش؟ لأنه بصير بحاجة، يعني حتى يحول لك، لما تحول كيلو بروتين أكثر بحتاج، لما تحول كيلو دهن بحتاج لطاقة أكثر من ما تحول لكيلو بروتين. وبالتالي بدك تعرف أنت بخبرتك متى تبيع، متى بصير استهلاك العلف كبير أو غير مجدي. يعني إنه البقر بمعنى آخر، العجل مفروض من 4.5 كيلو علف، من 4 إلى 5 كيلو، نقول 4.5 كيلو علف يعطيك كيلو لحم زيادة، كيلو زيادة وزنية. فإذا صار يعطيك 5 كيلو زيادة وزنية خسارة. إذا كان يعطيك 6 كيلو بدك تنظر لهالنقطة هاي، متى توقف ومتى تحول من هاي. طبعا بالتالي أنا لما نتقل بزيد الطاقة وبقلل البروتين، بعطي نسبة بروتين أقل. أرجو أن يكون هذا الواضح. إذا صار في وقت نحكي فيه، وإن شاء الله تعالى كمان بإذن الله، إذا سمحوا لي وزملائنا في النقابة، أنا بالأخير راح أحط إيميلي وراح أحط تلفوني، اللي بيحب يتواصل معي على الواتس أب بأي حاجة في مراحل حياتكم، أنا بسعدني أن أقدم خدمة لكم وأكون إن شاء الله أداة مساعدة عندكم. الله يعطيك الف عافية. بالنسبة للسؤال الثاني، بالضبط كل شهر 1 ميجا جول، بالشهر الثاني بصير 2، معناه بالشهر الخامس بدي أعطي 5، أحسب 5 ميجا جول. فإذا كانت بقرة حامل بالشهر الثاني 2 ميجا جول، بالشهر الثالث 3 ميجا جول، بضيف على الاحتياجات وهكذا 5 ميجا جول. كلامك صحيح. دهون البروتين والحليب بالمرحلة الأولى، بالمرحلة هاي بقل؟ أي نعم بقل، أكيد بقل، لأنه يعني في قاعدة، كل ما زاد الحليب كل ما قل الدهن، تناسب عكسي. وكذلك كل ما زاد الحليب بقل البروتين، هذا تناسب عكسي. الأبقار إنتاجها عالي من الحليب، نادرا ما بتلاقي بقرة بتنتج 40 أو 45 ودهنها 4% أو 4.5% أو 5%. ولاحظ البقرة اللي إنتاجها 40 خذ منها وحلل، راح تلاقي دسمها قليل، والبقرة اللي بتنتج 10 أو 12 أو 15 كيلو لاحظ دسمها عالي. أي نعم مهندس، البروتين، نسبة البروتين ونسبة العليقة والدهن بالحليب يقل مع انخفاض إنتاج الحليب. السؤال الرابع، البروتين على، بالله معلش عيد لي السؤال الرابع لو سمحت، في الميد لاكتيشن. السؤال الرابع، ثواني عملت له انميوت. تفضل مهندس. معك مهندس. سؤالي الأخير بيحكي، أنا في حالة إنه مثلا كنت في الميد لاكتيشن لكن عندي إنتاج عالي من الحليب، ما زال يعتبر عالي، تمام؟ فهل أنا برضو بنظر على نسبة البروتين اللي بدي أحطها ولا لا؟ خلاص 12 ل 14% زي ما هو. أحسنت باشمهندس. أنا حطيت، لسه إحنا بدنا نحدد احتياجاتنا قديش الإنتاج وكم غرام بروتين، بس أنا حطيت إنه هاي يعني إنه في هاي النسبة، في هاي الكمية، بهاي المحتوى من البروتين. لكن بغض النظر البقرة في أي مستوى من الإنتاج، من بأي مرحلة مراحل الإنتاج، كمية الحليب المنتج هي اللي بتحدد لي كمية نسبة البروتين في العليقة. يعني البقرة اللي بتعطي، مش منطق يعني بقرة حتى لو كانت في اللاكتيشن المثابرة بتعطيني حليب، هي أبقار أنا مرت علي في حياتي جففناها، يعني بمعنى آخر حامل 7 أشهر وهي بتعطي 40 لتر 45 لتر 35 لتر. طبعا هاي بقرة مثابرة، هي ما وصلت لها المرحلة هاي إلا كانت تغذويا
صحيحه. فبالتالي انا ما بطلع على الميد لاكتيشن والليت لاكتيشن، انا بطلع بشكل عام على هاي النسب. لكن البقره اصلا البقره المنتجه انا بقسم الابقار في 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 المزرعه على حسب الانتاج. صحيح المرحله الاولى بتكون لحال، لكن في بعض المراحل بقسمها حسب الانتاج. ما بنقى المرحله غلط، انا بقره بتعطي 40 لتر احطها مع بقره بتعطي 20 او بكون فرق شاسع بينها. هاي نقطه. النقطه الثانيه لتحديد لما انا بدي اعمل فيد فورموليشن لاي بقره باجي بقول مجموعاتي دائما في الريفرنس كاو. يا اخوان الريفرنس كاو يعني انا لما عندي طريقه لتحديد الاحتياجات الحظيره هاي، فاول شيء بقسم الابقار حسب الانتاج. انسى المرحله الاولى الولاء الفريش كاو لازم يكون لحال لانه له معامله خاصه وله وضع خاص. لكن في بعض باقي المراحل بقسم الانتاج حسب الحظائر حسب الانتاج او باجي بقول هاي الحظيره انتاجها امامي خيارين. الخيار الاول اما ان انا اعلف على اعلى انتاج، بشوف اعلى انتاج بقره وبعلف، وهذا راح يكون مكلف جدا او باجي بقول بدي اعمل ريفرنس كاو. ريفرنس كاو كيف ريفرنس كاو؟ بروح بجيب اكبر بقره في العمر واعلى انتاج، قديش تحلب مثلا 40 كيلو 40 لتر، وبطلع معدل باقي الابقار طلع 35، وبعدين بطلع المعدل بين 40 و 35 بطلع المعدل وبحسب على هذا الاساس. فانت دائما امامك خيارين. اما غلط تعلف على المعدل يا اخوان، اذا علفت على المعدل البقره اللي فوق المعدل راح تنزل للمعدل، والمره الجاي اللي على المعدل راح ينزل كمان، وبالتالي راح تلاقي الابقار نزلت. يا اما بتعلف على اعلى بقره وبالتالي الابقار اللي في المعدل بتحافظ عليها في المعدل لفتره اطول، او بتعلف على اساس الريفرنس كاو اللي حكينا فيها. اما على المعدل كثير ناس تغلط فيها يا شباب، كثير مزارعين بشوفهم بقول لك هاي الحظيره معدلها 20 وبعلف 20. لا، لانه اي بقره فوق المعدل لما تعلف 20 راح تنخفض بال 20. اذا انت ما حفزت البقره على الانتاج، انت خليتها ينزل انتاجها. وبدك تعلف على اعلى بقره، صحيح بتعلف على بقره راح تكون مكلف عليك، لانه انت لما تعلف بقره بحظيره يعني متفاوته مش لازم يكون فرق اكثر من 5 كيلو، اذا انت مجبر انت كان فرق اكبر من 5 كيلو لسبب او لاخر وكان فرق 10 كيلو، فانت لما تعلف على اعلى انتاج فرضا 30 لتر 21 لتر يعني اقتصاديا غير راح تكون عالية جدا. صحيح بتحفر انتاج عالي لكن اقتصاديا راح تزيد كلفة العلف عندك. انا دائما بفضل في شيء اسمه ريفرنس كاو في الحظيرة نفسها، تشوف اعلى بقرة اكبر بقرة عمرا واعلى انتاجا، تاخذ معدل قديش تحلب وتاخذ معدل باقي الحظيرة قديش معدل، وتجمع الاعلى انتاج مع معدل وتطلع معدلهم. هذا ما يسمى ريفرنس كاو، وهي الطريقة انا بفضلها. ارجو ان اكون اجبت على سؤالك. يعطيك ألف عافية، يعطيك ألف عافية المهندس. المهندس واكد جرادات، تفضل. هاي أنا ميوت، تفضل. بس مهندس تفضل. مهندس واكد، هاي أنا ميوت كمان مرة، تفضل يا مهندس واكد. بس يا ريت لو تعمل أنا ميوت عندك، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ورحمة الله. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك يا مهندس. مهندس حسين، أول شيء من لا يشكر الناس لا يشكر الله. للأمانة أنا المعلومة تاعت المعلومات اللي أعطيتنا إياها في المحاضرة اللي مضت استغلناها وربي لك الحمد. يعني اليوم وقعنا عقد مع ثالث أكبر مزرعة أبقار في الكويت بس لمجرد استغلال معلومة النشا واستخدامها للطاقة، مع أنه كانت شوي مهمة صعبة، بس للأمانة أصحاب المزرعة انبسطوا من المعلومة، فبارك الله فيك وشكرا. يعني هاي اول نتائج المحاضره. خجلتنا باش مهندس، هذا واجبنا والله تجاهك وتجاه الجميع، واجبنا والله، خجلتنا الله يبارك فيك. لا والله احنا بنحكي للامان، يعني الواحد سوى تنشيط لمعلومات الجامعه والامور ممتازه. هلا مهندس انت بتعرف انا معظم شغلي تقريبا في التسويق، تمام؟ نعم. وبما انه برضه حتى انا وكيل لشركه اردنيه للبريمكسات، برضو عملنا إشي في الكويت، خلينا نحكي من سنتين والأمور ماشي، إنه سوينا بريميكس فول باكيج، تمام؟ فالجماعة صلهم سنتين نازلين مصممين على شغلة يقلعوني فيها، مع إن أنا بسويها
بس مش مقتنع فيها، وخاصة كلمتك إنه الإضافة العلفية اللي أنت حاسس ما إلها لازمة لا تستخدمها. الآن في كونسبت جديد، كونسبت جديد نازل، الإشي بيسموه اللي هو الأورجانيك مينرال، اللي هو زي الزنك والمنغنيز والكبر، وعم بربطوها دائما في موضوع اللي هو الفيرتيليتي، عم بربطوها دائما بصحة الهيلثي أوف هوفز اللي هو اللي موجودة، أو بصحة الكرش واللمعة، خلينا نحكي تاعت البقر. أنت قناعاتك الشخصية في موضوع الأورجانيك مينرال اللي هم فقط شركتين بالعالم اللي قاعدين بيشتغلوهم والمنافسة بينهم، هلا أنا مش شايف نتائج على أرض الواقع، بس بيجي بقول لك استنى على اللونج تيرم راح تبلش تأخذ النتيجة. فأنا بحس حالي مرات إنه عم بدفع تكلفة زيادة لما بشتري الفول باكج بريميكسز، وبنفس الوقت عم بحكس السعر على المزارعين. هلا الناس بقول لك أنا واكد كإلي مصدر ثقة صار في في في, في الكويت، أو واكد مصدر ثقة كمان في قطر لأنه إلي شغل. طب شو قناعاتك انت في 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 موضوع اللي هو الاورجانيك مينرالز اللي عم بيحكوا فيها، زي الزنك والكبر زي الزنك والمنغنيز والكبر اللي هم اكثر شيء خلينا نحكي مختصات في موضوع الابقار، او الكروميوم ككونسبت جديد انه والله موضوع انه كهيت ستريس، هذا كونسبت جديد اللي بحكي لك الكروميوم انا عم بضيف لك اياه للبريميكس كهيت ستريس كمان. أنا صراحة وأنت بتحكي عن المعادن اليوم ما كنتش بدي أسأل السؤال، بس اللي شجعت لما حكيت موضوع المعادن وموضوع أنه الإضافة اللي أنت بتحس ما إلها داعي لا تضيفها، أنا بس بدي وجهة نظرك في هذا الموضوع بالذات. أنا قناعتي الشخصية مش متأفز، أشكرك على سؤالك وأشكرك على لطفك. قناعتي الشخصية أنه اللي ماله لازم ما في داعي تحط، هاي قناعة شخصية، هاي شغلة تانية. الشغلة الثانية إشي ما في نقص لا تضيفه، بغض النظر شو كان طريقة تصنيعه. أنا ما عندي نقص بالزنك ما بضيفه، وأنصح كيف أنصحك تسوي ما بعرفش، يعني إحنا في الأردن للأسف مش موجودة برش، وأرجو إنه الناس تبلش تفكر فيها. إحنا بنأخذ هون عينة من الدم وبنحلل البيوكيمستري، بطلع لنا قديش فيه في الدم زنك، قديش فيه في كالسيوم، قديش فيه كذا فوسفور، بنعرف بنقدر تغذيتنا وبنقدر لو في نقص في زياده كبر ما فيش زياده كبر. فخذ عينات، اتوقع في الكويت موجوده، بتقدر تاخذ عينات دم وتحلل وتشوف وتحدد النقص وين وتحدد شو الاحتياجات. هسا اذا انا بدي اضيف انا عارف الشركات ما بدي اذكر اسمها اللي بتحكي عنها اضيف، بفضلها عن العادي. يعني اذا انا مضطر اضيف اللي هو ممكن يعطيني نتيجه افضل. هسه على اللونج تير مثلا اضافه الزنك، مع احيانا الزنك بيربطوه مع الميثيونين وعشان هاي انا صراحه جربته في حياتي، يعني جربته في خلال عملي في المزارع، جربته والله ما كنت الاحظ نتيجه، لكن كانوا يقنعوني بشغل انه على المدى، يعني مثلا الزنك بعطيك ظلف اصلب، بعطيك بقلل مشاكل الظلف، بقلل التهابات الفتروت، بقلل كذا. اللي بحكم هذا الحكي وانت حكيت كلمه جيده، ترى الانسان مش بس مهم يبيع، المهم يكون صادق في 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 علاقاته مع الناس. هسه حكم الناس حكم مزرعه لمزرعه، يعني بمعنى اخر انت رحت على مزرعه ادارتها ناجحه جدا، واضحه جيد، اضفت هاي الاضافه ما اعطى نتيجه. ليش؟ لانه اصله واضح ومتغذوي جيد. لكن روعة مزرعة إدارتها التغذوية سيئة، في عندها نقص عناصر كثيرة، لو أضفت هاي الإضافة اللي بتحكي عليها راح تعطيها نتيجة كبيرة جدا. أنا جميل. يعني أنا دائما أنا كيف بجيب مثل دائما على السيارات، بحب أجيب مثل على السيارات. أنت طلعت سيارة من الوكالة، والله شو بدك تجدد عليها، بتوديها شو بدك تعملها، بس بتزينها، بتعملها، بتحط لها زينة إشي، أمن شو بدك تعدل عليها. بينما سيارة قديمة روح ادهنها وروح ضبطها وغير فرشها، بيظهر عليها التحسين بشكل واضح، بقولوا والله هاي مزبوط. كذلك الأمر بالنسبة للحيوانات، إذا كانت المزرعة إدارتها التغذوية جيدة والأبقار ما يخدي احتياجاتها، والله شو ما أعطيتها ما راح تدخل عديد، ما راح تحصل على نتيجة. بينما الأبقار المزرعة إدارتها أنت كفني وكتكنيكال وتشتغل في المبيعات، تدخل على المزرعة تشوف وضعها فيها مشاكل معينة، لا ضيف واحكي وانت قلبك جامد وما تخافش. وارجو نكون جاوبت على سؤالك يا باشمهندس. بارك الله فيك. حياك. شكرا.
بس مهندس انا في عندي تعقيب بسيط، لانه انا عفوا يعني بمجال عملي يعني كوني انا عندي مصنع برميكسز. انت مهندس صالح مش هيك يا صالح؟ صالح نعم محمد. محمد ايش؟ مهندس محمد الصالح. محمد صالح انت وعمك يمكن، وما شاء الله عليكم حبايبنا انتم في الله، والله احبك في الله، انا صوتك بقول نفس الصوت يعني. الله يسعدك حبيبي، الله يسعدك. الله يحفظك. الله يمر عليك والله. هلا احنا زي ما قلت انت مهندسنا، هي الفكره بانه انت تشوف ايش الاحتياج تاع المزرعه. لكن انا بس يعني في شغله بسيطه، انه المشكله انك انت ما بتقدرش تسوي كل بريميكس خاص في مزرعه معينه، وخاص نص زي المهندس واكد اللي هو موجود في الكويت وبستورد من الأردن، من الصعب إنه يعمل يعني 3-4-5-10 برميكسات لكل مزرعة برميكس معين. فهو كوقاية بيأخذ التوب وبيشتغل عليه، زي قبل شوية على موضوع حساب. مهندس إذا بدك أنصحك، أنا لو قلت لك إذا بدك أنصحك أنت كعندك مصنع وبتصنع هيك شغلات، اعمل أنت خبير وعندك خبرة في المزارع، تمام؟ نعم. باجي بقسم المزارع ثلاث أقسام. نعم. مزارع مشاكلها التغذوية كبيرة وإدارتها التغذوية سيئة، مزارع مشاكلها متوسطة، ومزارع توب جيدة وإدارتها جيدة. بعمل لكل مزرعة ما يناسبها. أنا معك. مش مستعد أعمل لكل مزرعة، بعمل لمجموعة من المزارع، فبكون عندي ثلاث خلطات. هسا الخلطة هاي خلطة A، خلينا نسويها خلطة A للمزارع اللي إنتاجيتها رديئة وإدارتها سيئة. خلطة إيه؟ لما أنت تروح تعرض عليها هاي. نعم. المجموعة الثانية بتعرض عليها آخر. شوف أنا مش ضد العكس، أنا مش ضد البريمكسات، يجب إضافة البريمكسات والفيتامينات بس في حالة واحدة لما تكون عندي نقص. نعم 100%. لا أنا معك، أنا ما حكيت كم. أنا بدي أعطيك مثل باش مهندس وأنت جاوبني عليه. قديش أكم من كيلو بنحط إضافات علفية بين ميثيونين وبين بريمكسات وبين فيتامينات وبين أملاح وبين رمل وبين كذا؟ أكم من كيلو بالله عليك؟ إذا مع رمل أكثر من 50 كيلو. 50 كيلو، طب هذول 50 كيلو يعني 5% صح؟ 100%. لو 5% هاي حطيتها أنا صويا تعطيك بروتين عالي، مزبوط ولا؟ أنت عمالك تحكي بإضافات علفية فيها، إضافات علفية بحكي بشكل عام، ما فيها طاقة على أغلب، ما فيها بروتين، وبتأخذ حيز وحجم ممكن أثر على الإنتاجية. طيب أنا كتغذوي بقول لك غلط غلط غلط، ما تضيفش فيتامينات وعناصر وأملاح، لكن ضيف اللي أنت محتاجه، اللي مش محتاجه لا تضيفه. 100%. خليني أحكي شغلة تانية. أنا عندي أنا بحاجة لفيتامين A، بروح أطلع والنوبرمكس في فيتامين A بيخدمني بشتريه وبحدد التركيز اللي بدي إياه. مش بحاجة لفيتامين A، بحاجة لفيتامين H، بدور على شيء فيتامين H. يعني المزارع لازم يدور على البرمكس، المزارع لازم يدور على البرمكس اللي هو بناسبه. وكيف بيعرف المزارع؟ صعب يعرف. انت من خلال خبرتك في هالمجال، خبرتك الطويله ومستفيد منك ومتعلم منك، انت لازم تنصح المزارع، قول له انت عندك 1-2-3 انصحك تسوي كذا كذا. مهندس انا معك 100% في هذا الموضوع، وبالعكس انا مع حساب خلينا نحكي ما يحتاج 100%. لكن مرات احنا المشكله انه برجع بقول لك مهندس، هلا بحكمك شغلتين، بحكمك كتسويق وبحكمك كناحيه علميه، تمام؟ وبالنسبة لموضوع تشيليتد مينرال، هي فكرتها انه هي معادن مخلبة مرتبطة مع امينو اسيد، في حال انه صار امتصاص للامينو اسيد بسحب معه المعدن، او في حال صار امتصاص للمعدن بسحب معه امينو اسيد فقط لا غير، فبزيد عندنا نسبة امتصاص المعدن نفسه. لكن ايش الاحتياج؟ لانه البقرة بتاخذ ما تحتاج وتطرح ما لا تحتاج. هذا شوف بالمعادن في نقطة مهمة جدا باش مهندس، لو انك تعرف ان ذكرتها، ترى زيادة معادن مش زي زيادة الفيتامين، زيادة معادن لا انا معك توكسيسيتي عالي، ممكن يكون لها سمية عالية، في بعض المعادن بيسوي توكسيسيتي عادي 100%، التولرانس تاعتها واطية. نعم اذا انت بدك تشوف البايو افيبيليتي للمعدن، يعني انت المعدن اللي بتحطه قديش ممكن يستفيد منه الحيوان، هاي كمان بتساعدك في انك تعطي الاحتياجات كاملة كامله. كلام سليم، كلام سليم. انا بالنسبه لي بعمل يعني بدك المضبوط، نصيحتي للي بيعمل فيد فورميليشن انه يحدد الاحتياجات من كل عنصر. هسا انا بضيف قاعد صويا، الصويا فيها كل المعادن،
بنسب معينة، الذرة فيها بنسب معينة، الشعير فيه بنسب معينة، البرسيم فيه بنسب معينة، أجمع هاي النسب. على سبيل المثال أنا بحاجة ل 100,000 وحدة دولية فيتامين A، تمام؟ أنا من خلطة العلفية، من خلطة العلفية لقيت 80,000، إذا أنا ناقص 20,000 وبزيد شوية. ليش؟ لأنه ممكن يصير فقد. يعني خلينا أحسب حسابي ل 120,000، بديش أحسب حسابي لمية. مثلا أنا ما يعني بعوض النقص بين 80,000 و100,000 20,000، يا سيدي خليني أنا أعمل بريمكس عشان بحسابي 30,000، عوض 30,000. هاي الشغلة مهندس حساسة، وصراحة ما بصير حدا يقول ما تحطي، أنا يعني ما بصير أقول ما تحطش معادن، وما بصير أقول ما تحطش فيتامينات، غلط، ما حطش، ما أقول لك الحكي هذا، وأنا ما بتطلع مني، لكن أنا اللي بقوله إنه الحيوان بحاجة أعطي، مش بحاجة لا تعطي. مين بحدد بحاجة ومش بحاجة؟ اللي بحدد بحاجة ومش بحاجة صحة الحيوان. يا أخوان بيجي مثلاً، بعطيك مثلاً حالات أحياناً عندنا بتلاقي مثلاً بالخرف بالنعاج أو بالهال، بتلاقي النعجة بطلت توقف، تقدر توقف. ليش؟ تروح بتحلل ده بتلاقي عندها نقص كبر. الحمد لله احنا بالاردن تربتنا ما يعني نادرا ما شو ما او ما شفت حتى نقص النحاس. نقص النحاس، اذا عندي نقص نحاس، اذا انا بحاجه نقص نحاس ادور على بريمكس يكون فيه نحاس. بغض النظر في نقطه مهمه جدا، ان النحاس كمان سميته عاليه، اي يعني شوف الحذر وين في عمل الخلطه العلفيه. على كل ارجو ان اكون انا يعني جاوبت على السؤال، لانه هاي شغله يعني شغله البريمكسات شغله حساسه جدا، واللي بقدر اقوله فيها بس انه اذا حيوانك بحاجه لعنصر اعطيه، مش بحاجه لا تعطيه. طيب مهندس، ممكن كمان سؤال اخير بس؟ تفضل تفضل باشمهندس. طيب راح تتطرق خلال المحاضرات لبعض المشاكل المتعلقه بالتغذيه، خاصه الميتابوليك ديزيز، اتوقع راح اتعرض لها. اي نعم، يعني خاصه موضوع اللي هو الحوافر وارتباطها بزياده البروتين، وكيف ممكن نعالج هالموضوع. لا لا ما راح اتعرض لها، انا راح اتعرض للميتابوليك ديزيز فقط، يعني للاسيدوسيس للكيتوسيس للشغلات زيها. اما الله يبارك فيك. بالنسبه يعني شوف، لا شك انه الزنك مثلا، انا بعرف انا فاهم عن ايش تحكي. الزنك له دور في 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 صلابه الظلف وكذا، واذا لكن برجع بقول لك المزرعه اللي ادارتها جيده، لو بدك تقدم لها هذا اللي بتحكي عنه البريمكس، انا مع المهندس محمد بغض النظر شو يعني مرتبط ولا مش مرتبط. تاخذني شيء كلمه مش مرتبط، بزيد شوي بصير مرتبط. مرتبط او مش مرتبط بهمني، بحاجه ولا مش بحاجه. بحاجه بعطي، مش بحاجه ما بعطي. لا انا القصد انه في بعض المشاكل اللي هي كانت موجوده، مثلا موضوع انه زياده البروتين في الخلطه وسوء اللي خلينا نحكي الحسابات تاعت البروتين الخلطه ممكن تنعكس على موضوع العرض. سلبان على العرض طبعا، زياده البروتين في الدم طبعا ممكن زياده. يعني تفضل، اذا ممكن مثلا تتطرق ولو جزء بسيط كيف نعالج هالمشكله. يعني بس بسيطه، يعني عندك زياده بروتين في الدم، اعطي الاحتياجات بس لا تعطي زياده بروتين. حلها بسيط مهندس، هسه راح نفرجيك، راح نجيكم نحسب كيف الاحتياجات. بقرب حاجه ل 200 غرام بروتين في اليوم، ليش اعطيها 250؟ اصلا خساره ماديه، بحاجه ل 200 بعطيها 200 غرام. واذا اعطيتها بالطريقه هاي لا يمكن يصير عندك مشاكل. بس اللي بصير عندنا، بتعرف شو بصير عندنا؟ بيجيك صاحب المزرعه او المدير المزرعه او ابس كذا، يلا خليها تاكل هاي مش مشكله، بس زياده شوي مش مشكله، يعني هاي فلوس مش مشكله. فلوس بعدين بتلاقي زياده البروتين، لما تروح تحلل الدم بتلاقي نسبه البروتين عاليه في الدم، وبقول لك صار عرج وصار مشاكل مفاصل وصار. انا ليش اخسر؟ هاي بس الامر بسيط يا باشمهندس. حبيبي يعطيك العافيه مهندس، بارك الله. الله يرضى عليك، الله يبارك فيك. تفضل مهندس ابراهيم. هاي انا ملوك، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير. يتنور النبي. مهندس حسين الله يعطيك العافية. أول شيء الله يعافيك ويرضى عليك. استفسار صغير بس، أنت حكيت في الفيز 1 اللي هي المرحلة الأولى بعد الولادة بتعطي الفورج بالمينيمم،
اي نعم تمام. المينيمم ايش اعتبرته انت؟ 40%. طب هو هي اصلا ان الفرج هي النسبه 60-40، فال 40% تعتبر الماكسيمم. لا انا لو لاحظت محاضره الماضيه قلت مينيمم الفرج 40 وماكسيمم 60، ماكسيمم المركز. انا حطيت الماكسيمم 60 وقلت انه انت بتقدر تعطي 50-50 وبتقدر تعطي 60-40، 60 فرج و40 مركز، تعطي 70 تقدر تعطي 100% اذا حطيت مكملات غذائيه بريمكسات ومعادن واضاف تعطي 100% رفج. واليوم قلت انه الفرج الحيوانات اللي على المرعى لغايه او على الحشائش لغايه 12 كيلو بتعطيك. فهمت عليك، وضحت وضحت. يعني 40% انت تعطي المينيمم، يعني في بعض تعطيها ال 40% فرج بالضبط مينيمم. في بعض هاي كواليتي لازم يكون هاي كواليتي وتضيف بفر. في بعض الصراحة في نظام هولندي اسمه فيم، بيقولوا له في اي ام، هذا الخطر. يعني انا صراحة يعني بدك تكون حذر جدا. يعني في شيء نظام اسمه فيم بعطي تلتين بتلت، يعني اقل من 40%، تلتين مركز وتلت رفج او فرج. تمام، لكن هذا تمام. انا صراحة استخدمته، ولكن بدك تظلك عينك على الحيوان، ففيش داعي تدخل في المخاطرة هاي. اشتغل على 40-60 في المرحلة هاي، وضيف البفر، وضيف اللي بدك إياه، وضيف الطاقة، وضيف الكذا، وضيف كل المحسنات اللي تلزمك. حتى أنا هون الشباب اللي بيحكوا في البرمكسات، هون لازم تحط هون البرمكسات، هون أهميتها في المرحلة هاي. تمام. وأرجو أجاوبت على سؤالك أخ إبراهيم. جوابت، الله يبارك فيك. الاستفسار الثاني، انت حكيت هي المرحلة هذه هي اكثر مرحلة بيصير فيها الانقلاب اللي هو بعد الولادة. شوف هنا في المرحلة هاي ادارة التغذية مهمة جدا. صحيح. اي تخيل انت الجنين وحجمه 40 كيلو او 45 كيلو، والسوائل المحيطة بالجنين، بيكون الكرش ضاغط على بيكون الجنين ضاغط على الكرش وزايحه بزاوية. تمام. لما نصير فراغ، إذا أنت ما رجعت تعبئة الكرش بطريقة سليمة، رح يرجع يصير التواء، يا التواء كامل يا نص التواء، يأثر ويصير انقلاب معدة رابعة. صحيح. انقلاب، أنا لما نصير عندي انقلاب معدة رابعة بقول مهندس زراعي مدير مزرعة غلطان، الغلط إداري ما لهش دخل في الطب البيطري. صحيح. طب أيوة. شو أسلم طريقة عشان تتجنب الإشي هذا؟ افتح أول شيء، إذا أنت بتعلف تي أمار علف تي أمار. عفوا، إذا بتعلف نظام التوتال ميكس راشن تي أمار علف تي أمار. تمام. وإذا ما بتعلف تي أمار افتح الفرج، مثلا حط برسيم مفتوح 24 ساعة، والمركز فرضا انت بتعطي 6 كيلو او 7 كيلو اثناء مرحله التجفيف. تمام. صحيح. بعمل ال 7 كيلو على 3 وجبات. صحيح. تمام؟ وكل يوم بزيد نص كيلو. اليوم بزيد نص كيلو الصبح، ثاني يوم بزيد نص كيلو العصر، ثالث يوم بزيد نص كيلو المساء، كل يوم بزيد نص كيلو. والعلف العلف دائما متوفر قدام البقره، العلف الخشن عالي النوعيه اللي هو البرسيم عالي النوعيه اللي حكى عنه المهندس واكد، اللي هو الان دي اف تبع 19% و 20% بروتين، وان دي اف قليل فيه 35. خلاص وضحت. تمام، الله يبارك فيك. على راسي باشمهندس، شكرا جزيلا. شكرا لك. حياك الله. حياك الله مهندسنا. تفضل مهندس حمزه. هاي تفضل. ارميوت عملنا لك. تفضل مهندس. السلام عليكم. مساء الخير مهندس. حياك الله مساء النور. يعطيك العافية أول شيء. الله يعافيك يا باشمهندس. مهندس عندي سؤالين بعد إذنك. تفضل. أول شيء مشان البادي كونديشن سكور، هسا بعد مرحلة اللي هي الولادة خلينا نحكي. أي نعم. هسا لازم النزول تبعه يكون بطيء مشان الأجسام الكتونية. صحيح؟ أي نعم. أي نعم. تمام. هسا برضو لازم ينزل حد معين على ما أظن اللي هي درجة واحدة. وهذا بدعم زيادة الإنتاج على ما أظن، إنه يعني بزيد الإنتاج بكمية محددة. بس نزوله مثلاً الحد الماكسيمم
ممكن اذا بتعرف. اعطيني سؤالك الثاني، وضح السؤال باشمهندس، اعطيني السؤال الثاني. طب تمام. السؤال الثاني، قبل شوي المهندس واكد علق على شغلي عشان الاضافات العلفيه. اي نعم. هسه طب لو كان مثلا مزرعه بتعطي اللي هي الاحتياجات اكثر من احتياجاتها للبقره، اللي هي مثلا زي ما حكيت انت انه مثلا تعلف على اكثر على بقره انتاجا عندها، مثلا اللي تعطي من 40 كيلو نفس ما تعطي 25 كيلو، فهل هون الاضافات حتعمل مفعول ولا لا؟ واضح السؤال. اول بالنسبه للسؤال الاول باشمهندس حمزه، البادي كونديشن سكور احنا حكينا لازم البقره لما تولد تكون 3.5 بادي سكور. هسه مش لازم تفقد درجه واحده، اذا فقدت اقل من درجه واحده احسن. اذا فقدت نص درجه احسن. اذا ما فقدتش طبعا هذا صعب، بيكون احسن واحسن، معناه انت بتشتغل صح. وظيفتك كمهندس تغذيه انه انت تقلل فقد الوزن اقل ما يمكن خلال هاي الفتره. لكن طبيعي جدا في الابقار عاده الانتاج خلال هاي الفتره انه انت ينزل وزن 1 بادي كونديشن سكور، يعني بتحكي 44 كيلو بالفريزر. وممكن احد الزملاء او الزميلات حكى في ال 60 كيلو في الهولشتاين او 50 كيلو في الهولشتاين. فانت وظيفتك ما تعتمد على انتاجك على البادي ريزيرفز اللي من الدهون، لا، انت بدك تعتمد على انتاجك من العلف اللي انت بتقدمه. لما يبلش الحيوان يستهلك دهون حتى يعطيك انتاج، هاي مش ايجابيه، هاي ناحيه سلبيه. لكن احنا ما بنقدر نتجاوزها. كيف نقدر نتجاوزها؟ بالظروف اللي حكيتها، بدك تضيف خمائر، بدك تضيف منكهات، بدك تضيف بروبالين جليكول، بدك احد الزملاء قال جلوكوز، بدك كل الاضافات تضيفها حتى البقره تاخذ احتياجاتها من العلف اللي انت بتعطيه مش من جسمها. لما تاخذ البقره من جسمها هي حاله سلبيه. انت نجاحك كتغذوي تقلل اعتمادها على جسمها بهاي المرحله قدر الامكان، لانه اذا زادت عن هيك راح يصير عندك كيتوسيس وراح تتعرض لها وتصير مشاكل انت بغنى عنها. هذا بالنسبه للسؤال الاول، واضح باشمهندس حمزه؟ ثواني اعمل له انا ميوت مره ثانيه. انا ميوت مهندس، تفضل. لا اي نعم، واضح هذا السؤال. طيب هسه بالنسبه للبقره تمام، بس انه النزله تبعيته تكون مثلا يعني هسه اكيد حينزل، بس احنا نحافظ عليها مثلا باليوم مثلا اللي هو تقريبا كل ما كان اقل النزول. شوف باشمهندس، طلع النزول كل ما كان احسن. هاي مش بيدك ينزل وقية وينزل كيلو وينزل نص كيلو. هذول بادي كونديشن سكور يارن 44 كيلو. 44 كيلو في 44 يوم مش راح يبقى 44 يوم مشكله، يعني او ينزلوا 44 كيلو ب 30 يوم مشكله. انت وظيفتك، انا ما بقدر اقول لك، بقول لك طبيعي انه ينزل بادي كونديشن سكور، بس اكثر مش طبيعي. اذا انت بدك تحقق نجاح، خليها خلال فتره ال 10 اسابيع ينزل اقل من بادي كونديشن سكور. اذا نزل اقل من بادي كونديشن سكور انت ماشي صح، اذا نزل اكثر انت ماشي في طريقه تقديمك للعلف. للسؤال الثاني بالنسبه للاضافات العلفيه، انا ما بصير اقدم اكثر من الاحتياجات. مصاري يا شباب، مصاري. انا بجوز في بدايه اللقاء حكيت كلمه، ما هي الاحتياجات؟ البعض قال تعطي احتياجاتها من الطاقه. الاحتياجات معناها اقل كميه اكل انا بدي اقدمه للحيوان علف عشان يعطيني اعلى انتاج. اقل كميه، ليش قلت اقل كميه؟ عشان احصل ربح فلوس. احنا بنشتغل بنربي الابقار مش هوايه، بنربي الحيوانات مش هوايه. اللي بيربي هوايه بحط له راسين وبيشتغل هوايه. خليه يطعمهم عسل. لكن احنا بنربي، ما بصير نعطي اكثر من الاحتياجات، بدنا نعطي الاحتياجات. لكن في نقطه مهمه جدا، انا بخبرتي الشخصيه، انا بحكي لكم هون لما أنا اقول خبره شخصيه حطه بين 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 قوسين خبرتي الشخصيه. انا من خلال خبرتي الشخصيه على الاحتياجات، خصوصا الان ار سي، احتياج اذا اشتغلت على الان ار سي زيد 10% على الاحتياجات. تمام. هسه بس مهندس، هو نقطه انه في بعض المزارع ما يعني مزارعين اللي بيكونوا
حكينا اغلبها. مهندس مهندس دورك انت، دورك انت مهندس تكسب ثقه المزارع وتخليه يشعر المزارع. شفت اقول لك مزارع بسيط جدا، مزارعنا بسيط جدا 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 بسيط، وبجوز اللي دخلوا زي المهندس محمد بدخل على المزارعين وبدخل على السوق بيعرف قديش مهندس بسيط، المزارعنا بسيط. مزارعنا اذا وثق فيك واعطيته نصيحه واستفاد مره واحده واستفاد منك وثق فيك يثق في كلامك مره ثانيه. تمام انا عارف فاهمك، بس هسه المزارع نفسها اللي بتستعمل كميات كبيره غلط، غلط لازم ما هسه في مزارع كثير بتستعمل، وانا عارف انه غلط وبنحاول نعدل هذا الشيء، بس في ناس لسه ماشيين على التقليد القديم. في شغله مهندس. في شغله مهمه مهندس بشرح لك اياها، لما انت بدك تغير بالعلف بالذات، العلف حساس، لما بدك تغير في مزرعه لا تغير مره واحده، غير تدريجي. يعني بدك تقول له قلل العلف، لا تقول له قلل العلف. البقره تكون تاكل مثلا 10 كيلو تقول له قلل 5 كيلو، لا. قول له بدنا نقلل 5 كيلو خلال فتره اسبوعين. اول 3 ايام نقص 2 كيلو. ثلاث ايام الثاني نقص كمان 2، فهكذا يعني. عشان ما يصير تغييرات دراماتيكيه مره واحده، ويصير يقول لك اوه نزل حليب وانت ابصر كذا وانت وانت مهندس ما نصحتني وما ابدا. انا برجع بقول مزارعنا بسيط لكن يثق فيك، والله اذا وثق فيك وانا متاكد زي المهندس باكر زي المهندس محمد الصالح بروحوا على المزارعين وبشوفوا، مجرد ما وثق فيك والله لو انك جبت له تراب قلت له خذ اللي يقول لك حاضر. وارجو ان اكون اجبت على سؤالك يا باشمهندس حمزه، اترك مجال الله يعافيك حياك الله. المهندس عمر الحلو تفضل. هاي انا ميوت. مساء الخير عليك ويعطيك العافيه مهندس. علينا اخو عمر، تسمح لي اداعبك، انت حلو يعني قطر ولا حلو شكل ولا حلو ايش؟ حلو اكثر من جلوكوز مهندس. اللهم صل على سيدنا محمد. اسالك اول شغله، هسه في مزارع، طبعا المزارع الكبيره تكون بتعمل خلطات لأكثر من حظيره، يعني بتلقى مثلا الهاي لاكتيشن لها خلطه، المد له خلطه. فبتستغرب انه في ناس مثلا بيجي بيشيل هاي الخلطات كامله وبيعمل خلطه واحده للمزرعه وبصير يغير في كميات العلف الماكوله. هذا اول سؤال. تفضل اول سؤال. اي نعم. ثاني سؤال من ناحيه توزيع الحظاير. هسا انا كنت اشتغل في المزارع واشتغلت يعني في احدى اكبر المزارع في الاردن، وكان توزيع الابقار على موضوع البطون، يعني البقره مثلا اللي جايبه بطن ثاني مع بعض، البطن اللي جايبه بطن ثالث مع بعض، زي هيك توزيع البطون. يعني تطلع من الفريش بتروح فورا على الحظيره اللي بتكون مثلا جايبه فيها بطن ثالث. بس بعدين في انا نقطه، يعني احنا مش لو نشرح قديش ممكن البقره توكل دراي ماتر انتيك قبل ما انه احنا فوتنا مثلا موضوع الطاقه والبروتين والشغلات هاي، انه يعني نعرف نحسب اصلا في الاساس قديش البقره توكل دراي ماتر. اي نعم هاي نقطه يمكن. وفي بعرفش اذا على الصوره هاي اذا بتقدر تعطينا النسب المركز للمالئ في كل مرحله يعني. طيب شوف صلى على رسول الله. خلص. اول شيء بالنسبه كيف تحسب دراي ماتر انتيك، اكيد جيد لا تستعجل عليها، جيد كيف تحسب دراي ماتر انتيك نظريا وكيف تحسبها عمليا على الواقع. تمام هاي جاي في المحاضره. تمام بالنسبه بدي ارجع عكسي اجاوب توزيع الحظاير. شوف ايش بقول لك، الاساس معلش الأساء أكبر متغير عندك وتأثيرا على محتوى وعلى احتياجات الطاقة شو هي والبروتين شو هي، إنتاج الحليب صح؟ نعم. مش الوزن البقرة أكثر إشي إنتاج الحليب. طبعا بطن ثاني وبطن ثالث إذا عندك إمكانية تحطها بطن أول وبطن ثالث، مثلا على سبيل المثال إذا عندك معدل 40 كيلو في الحظيرة، إذا قدرت تجمع لك حظيرة بين 35 وال 40 بطن ثالث ليش لا؟ احسن. تمام؟ اما مش انا احط بطن ثالث مع بعض، حظيره بقره بتحلب 25 وبقره بتحلب 45 وبقره بتحلب 60 في نفس الحظيره، لا. مش احسن. طب مش ممكن انه يكون في مختلف في الاعمار؟ يعني كان مرات نشوف في تنافسيه مثلا بين البكاكير وبين الابقار. ابدا ابدا اسمع، التنافسيه مش لازم تكون موجوده في بقر. يعني شوف
هم في ناس نقطة لجواب على سؤالك، أنت ممكن إذا عندك حظائر كثيرة تخلي الهيفرز لحال. نعم. تخلي الهيفرز، الحكيك صح على الهيفرز. حكيك أنا بأيده على الهيفرز، على البكاكير. ليش البكاكير؟ لأنه حجمها أصغر من غيرها ومقاومتها أقل، أما للبقر الكبير لا. بطن ثاني، ثالث، رابع، خامس لا. إلا في حالة واحدة بأيد، أن تكون جميع الأبقار اللي إذا قدرت تتملك مزرعة فيها 3000 راس، مش راح تعجز عن 100 راس أو 200 راس بطن ثالث بيحلبوا بالرينج اللي أنت طالبه. بس أساس توزيعنا للحظائر حسب الإنتاج، نقطة وأول السطر، أساس التوزيع حسب الإنتاج. في ناس شو بتسوي؟ وهذا ناحية علمية أنا بأيدها، في حال توفر إمكانية إنه البكاكير تخليها لحالها لما تبلش الموسم الثاني تخلطها مع باقي الفصائل، بيكون جسمها صحة وقدرتها وصحتها والقوة البدنية عندها قادرة على التنافس. هاي نقطة. النقطة الثانية، الأصل إنه أنا بعلف، إذا بعلف تي أم آر والمزرعة كبيرة وبتعلف تي أم آر، أصل إنه العلف يكون متوفر 24 ساعة قدام البقر، ما يفضل. هسا بنيجي بقول لك كمان توزيع اللي بيعمل خلطة واحدة وبوزعها على الكل، شو بدي أقول لك؟ زلمة معه مصاري كثير. أنا بدي أحكي لك عن خبرة شخصية معي. أحد المزارع أنا استلمتها فترة، أول بس استلمتها ما سويت إشي، كانوا يعطوا وجبتين أعطيت 3 وجبات، كانوا يعطوا وجبتين ما غيرت في تركيب الخلطة بس وزعتها. كانوا يعطوا وجبة واحدة الصبح، العصر اللي فيه نقص يكملوا، ما فيش نقص يتركوها لتاني يوم. تمام؟ نعم. اجيت انا قسمت 3 وجبات، بجوز استغرب انه ارتفع الحليب اكثر من 8 طن، اكثر من 6 طن، خلينا بين 6 الى 8 طن. ما سويت اشي ها، بس اللي سويته ان انا قسمت، ان انا قسمت الحظاير، قسمت العلف لثلاث وجبات. اذا توزيع الحظاير الانتاجيه خلينا تكون الامور واضحه. بالنسبه للبكاكير انا بايدك، بالنسبه للبطون في حالة إمكانية إنك توزع على البطون كل بطن ببطنه، لكن ضمن رينج خفيف ما يكون كبير 5 كيلو 6 كيلو، ما يكون رينج كبير في الحال، ماشي الحال. لكن إذا مش متوفر بدك توزع حسب الإنتاج، والإنتاج بدك إذا بتكون اقتصادية أمامك طريقين في طريقة التعليف حسب الإنتاج، يا بتعلف على أعلى إنتاج على أعلى بقرة إنتاج وهذا راح يكون مكلف، يا بتطلع إشي اسمه ريفرنس كاو، بتطلع اكبر ريفرنس كاو. شو هي ريفرنس كاو؟ البقره المرجع، اكثر بقره عمر في الحظيره واعلى انتاجا، باخذ معدلها ومعدل باقي الابقار في الحظيره وباخذ معدل التنتين وبعلف على الارض. ارجو ان اكون اجبت على اسئلتك يا باشمهندس عمر. 100% بس اذا قلت لك اذا بس ضل هاي نسبه المركز والمالع على الجدول اللي انت حاطه، اذا في امكانيه، ما في امكانيه براحتك. لا في امكانيه، ليش ما فيش امكانيه؟ شوف هون بهاي المرحله مينيمم نعم مينيمم مرحله العشر اسابيع. المرحله الثانيه بصير البقره دراي متر انتيك تبعها بيزيد، دراي متر تبعها بيزيد، وبالتالي بصير انه هي تاكل احتياجاتها كافيه. هسه لو بدك تضلك ماشي على ال 40-60، انا بفضل بهاي المرحله تضلك ماشي على 40-60، بس تغير التراكيز. تمام؟ تغير ممكن انت تحط نوعيه ثانيه، تعمل ميكس بالفرج، تعمل ميكس. لكن المرحله هاي لا اكيد بالمرحله الثالثه لازم تكون، يعني اول شيء لو كواليتي فرج، قلل نوعيه الفرج وتقلل نوعيه المركز وتزيد، يعني ممكن تزيدها هاي تعملها 50-50 ما في مشكله. بس كلها ضمن ايش؟ بغض النظر استخدمت 50-50، استخدمت 40-60، بغض النظر هون اللي بحدد لك الاحتياجات الغذائيه والانتاج الحليب. قال انه لو استخدمت 60-40، يعني 60 فرج رفج و40 مركز، هل تعطيني احتياجات الغذائيه؟ ماشي بس بعملها. طيب سؤال ثاني، هل انه 40 اقل فلوس؟ انا شفت اقول لكم مرت علينا فتره، بعرفش هسه الاسعار هي ولا لا، عمره ما كان في
تاريخ حياة الهاي إنه الرفج أغلى من المركز. وصلت طن البرسيم يوصل في الأردن 360 و400 دينار، وطن المركز 100. يعني هون بنضل نستخدم 40-60، بعرفش هسه شو الأسعار صراحة. لا لا صار أرخص شوي يعني. أنت وصلك الفكرة؟ يعني أنا إذا 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 الأعلاف الخشنة أغلى من المركز، ليش أحط 50-50 أو 60-60؟ أنا هذا استغربت، لأنه لما تقرأ مرات من كتب بتكون أجنبية أو أوروبية بيكون حاط لك الرفج أعلى أصلا من الكونسنتريت، أعلى بكثير يعني 60-40. بدك تأخذ مش مهندس، إذا بدك ترجع على كتاب أجنبي خذ بعين الاعتبار إنه بيعتمدوا على المرعى، تمام؟ نعم. أحيانا بيعتمدوا على المرعى بنسبة 80% و20% باقي. يعني مثلا في هولندا بعطوا 5 كيلو للبقرة مركزات، ومعظم وقتها هاي بسموها مكملات، لأنه معظم وقتها بتأكل الأخضر. في أستراليا كذلك نفس الأمر. فأنت لما ترجع للمرجع اعرف إنه عندهم مراعي، ومراعي جيدة وجيدة النوعية. طب احنا عندنا الخرب السمره مهندس عايش كله على المياه المعالجه البرسيم كويس. مياه المعالجه ما مش عيب، لكن بدك تعرف انه هاي المعالجه مياه المعالجه لازم يكون تحليلها جيد. وانا زي ما فهمت خرب السمره انه في شركه فرنسيه وحتى السمك بربوا فيها، ما دام عايش للسمك معناها ما فيها مشكله. اللي بنخاف احنا من الجري ووتر بسموها والمياه المعالجه، احنا بنخاف من الهيفي ميتلز، من المعادن الثقيله اللي هي سامة وتراكمية accumulated، وممكن تكون على المدى البعيد فيها مشاكل. لكن زي ما فهمت بالخرب السمرة بالذات انه الشركة الفرنسية شغالة مضبوط وبتكرر المي بطريقة ممتازة، وحتى زي ما قلت لك اكدوا انه فيها سمك، وجود السمك حي عايش في هاي المياه دلالة على انه المياه صالحة للزراعة. بس بيدير باله بموضوع انه ممكن لا سمح الله يكون فيها استرويدز عاليه، على اساس انه ما يصير عنده هيت سايلنت هيت او مشاكل في الايستريس. لا لا، سايلنت هيت مش مهندس، لها علاقه بالطاقه ولها علاقه باحتياجات الطاقه. البقره اول ما تاكل اكلها بروح انتاجها لاول شغله للادامه، بعدين بتروح لانتاج الحليب، بعدين لصحتها، بعدين لإنتاج الحليب، بعدين للتناسل. أنا بحكي من ناحية هرمونية وليس من ناحية تغذوية. في مرات يكون فيها استرويدز عالية. استرويد زي إيش يعني؟ بيعمل اكتيفيشن للإستروجين. ما عندي معلومة عنها والله باش ما عندي معلومة، لأن أنا مش فاهم صراحة، مش فاهم السؤال. يعني أي إشي بحط، يعني هل في إشي معين شو اسم المادة هي هاي الاستروجين بتحبط الاستروجين؟ ما مر علي صراحة، فأنا ما بقدر أجاوبك عليها، ما عندي جواب لها والله. بسيطة ما في مشكلة. حد ثاني عنده أي استفسار؟ طب أنا عندي استفسار بسيط بس مهندس. تفضل مهندس. أنت حكيت عن، هلا حكيت انه في عده طرق خلينا نحكي نعمل سكورينج، يا اما عن طريق وزن، يا اما عن طريق خلينا نحكي نظر، مزبوط؟ هلا سؤالي انو بتفضل، الوزن ولا النظر؟ لانه انت يعني استاذنا في الموضوع، لكن يعني بخبرتك الطويله تعرضت انه مرات بكون البقر في نفس البريد نفسه احجام مختلفه كحجم، فممكن يكون الوزن اذا كان موضوع وزن ممكن يكون في خطا في موضوع السكورينج. وهل انت له نظره في موضوع السكورينج؟ لكن في صفات ممكن الكل يتفق عليها، مثل انه ظهور الثلاث ضلوع الاخيره، الفي شيب بتاع البقره، العظمه الفي شيب، الامور هاي ممكن تكون خلينا نحكي عند الكل ثابته. هل هذا الحكي بتايده كشكل ام بتايده كوزن؟ شكرا. طيب الله يبارك، سؤالك جيد والله. اول شيء في ثلاث طرق، الطريقه الحديثه وهاي اوجدتها صراحه اللي هي الشركات اللي بتنتج المحالب اكثر شيء، او شركات متخصصه بتنتج جهاز سكاننج، بيعمل سكاننج للبقره وهي داخل المحلب، بيكون في رقبتها الاي دي اللي هو ترانسبوندر اللي بيعرف شخصيه البقره، بيعرف على البقره بقرا ارقامها.
بنفس الوقت بتدخل بكرة رقمها بيعمل سكانينج للدهون اللي على الجسم وبعطيك إلها باد سكور. هذا طريقة جيدة جدا. الشغلة الثانية اللي أنا بفضلها عن الوزن للأسباب اللي أنت حكيتها، إنه البقرة ممكن تكون صغيرة، ممكن تكون كبيرة، ممكن تكون سلالة عمرها كبير، ممكن تكون عمرها صغير، ممكن تكون سلالة تختلف عن سلالة جيرسي غير عن فريزر غير عن هولشتاين. أنت من خلال النظر خلينا نشوف نرجع هذا هسه هون هذا المؤشر تبعك أنت، هذا التقدير حالة الجسم. أنا ليش قلت وزن؟ الوزن لأنه أنت بقرة زي هاي، كل لما توزنها تأخذ عينة معينة من الأبقار، يعني تأخذ نموذج عشوائي مثلا 10 بقرات كل من مختلف الأعمار وتحدد وتشوف أنه في الحظيرة بزيد وزن معناه البادي كونديشن سكور بتحسن، يزيد وزن معناه البادي كونديشن سكور بتحسن. لكن تقديريا بالنظر أسهل من الوزن، لأنه أنت ممكن تقدر قطيعك البقر هو صف على المعلف، تقدر تقول هاي 3 هاي 2 هاي 1 2.5 هاي كذا تقدرها. لكن بغض النظر شو الطريقة تبعتها، هي طريقة صحيحة ومعتمدة، لكن بالذات بالنظر لازم شخص واحد. ليش؟ خلص لأنه هو أخذ شكل معين وطريقة معينة، حفظ إشي معين في التقييم. أما إذا بعت واحد يقيم لك الحظيرة وبعت واحد تاني رح يقيم لك إياها غلط، غير مش غلط غير، لأنه نظرته مختلفة. يعني أنا هاي البقرة اللي 2.5 تيجي تقول لي أنت 2 بقول كاش غلط، بقول لك صح. متى بقول لك غلط؟ لما واحد يقول لي 3 بقول له 3 والله ضعيفة هاي مش 3 مضبوط ولا لا؟ كلام سليم. الاختلاف بيني وبينك بتقييم هاي البقرة أو بينك وبين أي واحد تاني بيكون بسيط، بنص، مظبوط ولا لا؟ نص سكور، نعم. فإذا إذا أنت أجيت قيمت هاي 2 بعد فترة زاد وزنها رح تقيمها 2.5، مظبوط ولا لا؟ بس لو أجيت أنت قيمتها 2 وبعد فترة أنا رحت بجوز أرجع قيمها 2. نعم. فهاي هي الفكرة بالنسبة للبادي سكورينج. والبادي سكورينج مهم جدا صراحة، يعني بادي سكورينج مهم جدا، لازم كل مزارع يعمل بادي سكور. حتى أقول لك أسهل شغلة بالنظر، خليه يكون في خطأ، نسبة خطأ بسيط فيه ما في مشكلة يا باش مهندس، ما في مشكلة. الخطأ متناقل يعني بترحل 100%. أينا يعني شكرا لك وشكرا لوقتك وجهدك معنا، ويعطيك ألف عافية، ومشكور على الجهود اللي عملتها معنا، وإن شاء الله غدا إلى لقاء معك إن شاء الله، واللي حاضرين معنا وإن شاء الله نكمل غدا بإذن الله. ومشكور مهندسنا، يعني جزاك الله عنا كل خير إن شاء الله. الله يبارك. أرجو أنه أنا قدرت أوصل أي معلومة وبتفيد. الهدف إن شاء الله تعالى هو الإفادة. إذا أصبنا الحمد لله وإذا أخطأنا فاعذرونا، أنا بأي لحظة ممكن يعني إذا في إشي معلومة أعطيتها غلط وحكيتوا لي عنها بتراجع عنها، ممكن أرجع لمصدر. إذا في خلاف بيني وبين اللي بيحكي فيها نرجع لمصدر فاصل، وإذا أنا مش متأكد منها بقول لك مش متأكد منها، وما ودون يعني مهمنا توصل المعلومة بشكل صحيح. وأشكر كثير الحضور جميعا، أشكرهم حملنا الفترة هاي طويلة، وشكرا لك. الله يعطيك العافية. خلاص. شكرا لكم. شكرا. حياك. اسمع السلام.